الآن لايف. اللايف ظهر يا شباب. اي شكله خلاص مشينا لايف. اوكي، طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تحية المساء وتحية مبادرة الباحثين السودانيين، تلك المبادرة الرائدة المتفردة المتعددة الإشراقات متعددة المشاريع. الليلة يا جماعة حنطل لكم على غير العادة ساعة أبدر شوية، عشان لأنه ضيفنا بيستاهل يعني. تمام، قبل ما نعرفكم بالضيف وكده، أول حاجة بنترحم على شهيد الوطن، شهيد الطفل أو التلميذ إبراهيم، الذي قتل يعني بجدارة، قتل أمام أعين الأطفال، أمام أعين النساء، أمام أعين الله سبحانه وتعالى. يعني انا ما قادر، يعني ما قادر اعبر عن الحاجه اللي حصلت قبل يومين، وهي بتحصل كل يوم، لكن يعني خلاص بلغ السيل الزبا. يعني ما في حاجه أسوأ من انك انت تقتل طفل بكل يعني بكل اريحيه وبكل اختدار. انت شايل لك يعني كلاشينكوف، بتقتل لك طفل، ده معناه شنو؟ معناه انك انت عارف انك انت اي حاجه بتعملها ما في زول بيسالك، لا في زول بيسالك، لا في مسؤول بيسالك، ولا الا المسال الا يوم الا يسالك الله رب العالمين. تمام، ونحن عشمنا في انه ربنا سبحانه وتعالى ينتقم لنا من كل الظالمين الذين ظلمونا، والذين قتلوا اطفالنا، والذين قتلوا نسائنا، والذين قتلوا شيوخنا، وليس الله ببعيد عن الظالمين. مبادرة الباحثين السودانيين، وبالنيابة عن أسرة المبادرة، يعني بنترحم على أرواح الشهداء، شهداء الوطن جميعا، وخاصة شهيد إبراهيم لأنه هو استشهد قبل يومين. وكذلك يعني مبادرة الباحثين زي ما ذكرت لكم متمثلة في شخص الدكتور أنور ضفاع الله، يعني بالمبادرة فاغت كل التصورات وفاغت كل التقديرات. الليلة يا جماعة بنرجع تاني من جديد في برنامجنا ونس على دروب النجاح، والليلة حنستضيف شخصية متميزة جدا جدا، شخصية متواضعة. يعني انا الراجل ده يعني لما رسلوا لي رقمه وتواصلت معاه، يعني على طول بدون اي يعني طوالي رد علي، وخشينا طوالي في الاجراءات. يعني يعني زي ما يعني دائما الناس قبل كده، نحن استضفنا ناس يشتغلوا معاه كده، فكان كل الشهادات مجتمعه انه هو الرجل ده كما هو. يعني الليله يا جماعه بنستضيف الباشمهندس هاشم نعوف. وهاشم نعوف يعني نحن عرفناه في او انا شخصيا يعني عرفته في كوزير في الحكومه الانتقاليه، الحكومه اللي احنا كنا بنتعشى منها تمشي لقدام وتطلع السودان من الحفره اللي هو فيها. انا ما حتكلم كثير، مرحب بك يا باشمهندس هاشم. الله يبارك فيك، شكرا جزيلا يا دكتور ياسين، شكرا لكم جميعا للاستضافة. وفعلا يعني هي حاجة مؤلمة جدا إنه الواحد كل أسبوع يحاول يأجل فيه كلام عشان يقدر يعني يتكلم بـ 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 في مساحة بتاعة أمان، بلقى إنه الأسبوع ده تخضب فيه الوطن بالدماء مرة أخرى. فدي دي الحاجة اللي فعلا مؤسفة. يعني الأسبوع اللي فات يمكن من الحاجات اللي كانت بخلي يعني ما عاوز يعني احتذرت منها انه كان في وفاة برضه استشهاد، والان تلو استشهاد، الواحد ذاته ما لاقي مساحه نفسيه انه يتكلم فيها عن مواضيع اخرى غير الالم، يعني محاصر فعلا بالالم. لكن لانه الشهاده لا بد منها، والنظر الى التجارب لا بد منه، ومشاركه الناس تجارب مسألة حتمية، وهي جزء من تاريخنا يعني ومستقبلنا وحاضرنا. وإذا سكننا إلى الألم
ما حنقدر نتخطاه، فيجب أنه نمضي إلى الأمام ولكن لا نترك مساحة لأنه الناس تنفذ بجرائمها. لا بد أن نتقصى كل هذه الأشياء، ولا بد أن نطالب بحقنا كل يوم إلى أن نحصل عليه. يديك العافية يا باش مهندس، ونحن شاكرين لك كثير يعني انك حتدينا من زمنك القيم يعني نغوص في سيرتك الذاتية. نحن طبعا سيرتك الذاتية لو فتشنا في الانترنت بنلقاها، لكن ده نعرف الجانب الاخر من سيرة الباش مهندس. وبرحب معانا الباش مهندس او الدكتور احمد داود، شاب يعني بيعمل دكتوراه في كوريا، ربنا يوفقه ويسهل امره، واحد من ثمر من ثمرات مبادره الباحثين. معانا دكتور انور ضفع الله، ومعانا بروف سعاد بدري. طيب يا باش مهندس، احنا طوالي حنبدا معاك النشأة والميلاد. كذلك طيب بروف سعادي، بروف سعادي بس مهم جدا تذكر انها هي خالة هاشم، يعني خالته اخت امه طوال اللزم، على اساس انه شنو لو حاول انه يخرخر ولا يطلع برا الخط طوال عنده زول حيقبضوا لنا. مرحبا بك يا بروف. اهلا بكم، مساء الخير. انا سعيده جدا الليله انه احضر هاشم. هاشم بالنسبه لي جيل ثاني يعني، ولانه هو ولد اختي الكبيره، و يعني هاشم دي احنا حضرنا ولادته وحضرنا وربيناه على ايدينا وكده، بس كده بنفتخر به شديد جدا جدا. هم طبعا ناس هاشم ليله، لأنه والدهم برضه شخصية يعني معروفة، وأسرة والدهم معروفة وكده، ففي ناس بسيطين بيعرفوا إنه والدته مدينة صار بدري اللي تنتمي لأسرة صار بدري وكده، لكن أنا بعد كده ببصم بالعشرة على الموضوع ده في الليلة. الله يديك العافية يا بروف، نحن سعيدين جدا إنه سمعنا صوتك وحتكوني معانا الليلة عبر ونسة، ضيف في ونسة على دروب النجاح مع الباشمهندس هاشم نعوف. اتفضل يا باشمهندس. طيب إذا تسمح لي أنا عاوز يعني أتكلم ويكون في الخلفية في بعض الصور عشان تذكرني حتى بالنقاط اللي عاوز أتكلم فيها، وتشارك المشاهد والمستمع التجربة يعني الحياتية بكل تفاصيلها يعني. نعم طيب كده ظاهرة الصورة مش كده؟ نعم الصورة ظاهرة. طيب بداية أنا من أسرة والدة بديري من الشمالية، من منطقة اسمها جلاس البار، متاخمة لمراوي أو في يعني مركز مراوي شرق النيل، وهي منطقة ما بين الشايقية والبناجرة. الوالدة زي ما ذكرت دكتورة سعاد من رواطاب صر من أبو حمد، وجدنا الوالد الكبير بابكر بدري رائد التعليم، رائد تعليم المرأة، وهو أيضا يعني اللي أسس مدارس الأحفاد ومن ثم أصبحت كلية الأحفاد الجامعية. الصورة هنا هي صورة حبوبتنا والدة أبوي فاطمة الفطور، ملقبة بفاطمة الفطور، وأنا ما حضرتها لكن حرصت أنها تكون أول صورة عشان يعني فعلا أنا كنت يعني من الناس اللي كنت أتمنى أنه أقابلها لكثرة كلام الناس عنها وكده. الوالد الله يطرحه بالخير كان من يعني من كثرة ما أنه هو متأثر بوالدته لم يذكرها في حياته أبدا إلا مرة واحدة، وعندما ذكر بكى. فده يدل لك على عظم هذه المرأة في مكانة الوالد. كانت بداية يعني الطفولة في نمر سنين، حيث كان ابن عوف سليمان بيته هناك، وكنا نتنقل ما بين نمر اثنين الوالد وأم درمان حي البوسطة. ده طبعا أبونا باكر بدري، ودي صورة له أيضا يمكن يكون كان أقل سنا من الصورة الأولى. دي حبوبتنا الجميلة جدا ربنا يطول عمرها، حبوبة عديلة، عديلة علي بدري، علي بابك البدري.
وهي والدة دكتورة سعاد، هي أمنا وهي حبوبتنا وهي عمدة العائلة من جانب الوالدة. يظهر هنا في الصورة جدي ابن عوف سليمان ابن عوف، طبعا محافظين نحن الأسامي لحد الحداشة يعني، احنا حافظ اسمينه هاشم محمد ابن عوف سليمان ابن عوف سليمان محمد محمود اللمين ابن عوف صديق، وإن كان في اختلاف في الأسامي الأخيرة دي. القصة من لو يعني تونسنا عن موضوع ابن عوف سليمان وكيف إنه جل الخرطوم، كان صغير جدا يعني، كان يمكن أقل من حوالي 14-15 سنة، وجاء طلب من والدينه إنه يا أخي أنا عاوز أمشي مع أولاد عمي الخرطوم، عاوز أشتغل في التجارة. قالوا لي يا أخي أنت صغير لسه وكده وما عندك فلوس، دائما عندني عاج أهدهم لي أبيعهم وأمشي. وفعلا بدأ شغله بطبلية، بس كان جنب الجامعة الكبير وكده، ومن هناك بدأ تظهر فيه يعني علامات الحنكة بتحت التجارة، فكان بيوفر قروش بدل ما إنه كان يأجر، اشترى الأوضة اللي كان مأجرها، ومن ثم إلى أن أصبح شيخ تجار الخرطوم في مرحلة من مراحل حياته. هنا بيظهر في واحد من الصور في الخرطوم هنا ده في سنة 1949 مع بقية من تجار الخرطوم. الصورة دي هي الوالدة في سنار وصحيحينية خالة، دي أمي مدينة الصادق حمد بدري، وجنبها الخالة آمنة الصادق بدري أو الدكتورة آمنة، وهي الآن تعمل في الأحفاد يعني تعمل حاضرة وإدارية. وأعتقد أن الصورة الخلفهم دي أحد الأماكن كان شغال فيها أبويا الصادق، الصادق اللي هو والد الوالدة، وهو كان مدير زراعي، هو درس زراعة في كلية غردون، وعمل في مشروع الجزيرة، وعمل في سنار، وكان دائما يصحب بناته إلى هذه الأماكن، وعرفوا فيها معنى الريف ومعنى الزراعة وأهمية هذه الزراعة، شافوا بعينهم الحصاد، وشافوا بعينهم القطار مصدر صادرات السودان، ونبت فيهم حب الوطن من الوقت ذاك. وطبعا تعلموا جميعا في مدارس الأحفاد، حيث كان الصادق أبو بكر بدري وأولاده وبناته لا يفرزوا في حرية التعبير ما بين بناتهم وأولادهم، عشان أكون دقيق يعني، فكانت يعني آراءهم قوية جدا وإلى الآن. يمكن دي يكون واحدة من الأشياء اللي خلت الله يرحمها ستنا بدري مثال للمرأة السودانية برزت يعني في فنها وعملها وتعليمها، وأنا تتلمذت على يدها، وأفتخر بهذه الأيام والأسابيع والشهور التي قضيتها على تلمذتها في علم الفن التشكيلي. هو علم أصيل وعلم جميل يستعمل منذ الأزل وإلى الآن، وهي رائدة في هذا المجال، وكانت يعني مع تدينها تعبر بفنها بالطريقة التي يعني ما تراه مناسب وما تراه أنه يليق بمكانة المرأة السودانية المسلمة. الصورة دي طبعا يعني نشرت في الفيسبوك بعد ضغط، يعني كان في محاولة بتاعت ابتزاز يعني، لكن احنا زي ما بقولوا أخفقناها، فنشرنا الصورة دي قبل أن تنشر من خلفنا. دي صورتي أنا، ممكن أكون عام وشوية يعني أدوب المشي، وكان عندي صديق جريت وده خالي مصطفى، دكتور مصطفى طبيب في الخلفية في الوقت ذاك، لسه كان طالب طبعا، طالب ثانوي غالبا. دي بداية المرحلة الابتدائية، يمكن يكون السنة الأولى ابتدائي، ثانية ابتدائي إلى ثالث ابتدائي، ودرست في مدارس يا حبيبنا. انت تفوت، انت اتولدت وين؟
اتولدت فيها ظروف. ها انا اتولدت في الولايات المتحده الامريكيه. الوالد خريج شنبات بيطره وكان مبتعث للماجستير، وانا يمكن اكون اصغر، انا اصغر يعني ابناء يعني الاسره. ولما يعني بعد ولادتي بسنتين ثلاثه كان البحث انتقلت من الولايات المتحده، وكان شغال يعني شغال في البنك الدولي، وبعد ذلك رحمنا لليمن ومن ثم الى السودان. فانا بديت في السودان من عمري 3 سنوات، فما اذكر في 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 امريكا حاجه كثيره يعني، غير انه بس ولدت هناك. لكن النشأة كلها بداية كانت في السودان، على الدراسة إلى الجامعة كانت في السودان تحديدا. يمكن 10 سنوات الأولى كان أغلبها في اقتياد ناصر وبري. يمكن الصورة دي تديك فكرة بسيطة عن المساحات الكبيرة في الوقت ذاك في بري وفي اقتياد ناصر. الآن كل الفسحات دي امتلأت بيوت، لكن كان في وساح كبير جدا جدا في ايامنا دي. وطبعا اهم حاجه كان البلي، يعني ده كان اللعبه الرئيسيه اللي احنا كنا نشغل، بيكون الوقت كله في الشارع. اذا هم نرجع الى المغرب فيومنا كله احنا في الشارع، الا حتى ايام المدرسه نطلع بدري. والان طبعا بنحاول نشرح لابنائنا انه الحياه كانت مختلفه، وما كان في موبايل ولا كان في حاجه. دي صورتي مع شقيقي بشرى، الآن هو طبيب مناظير شغال في مستشفى في ضير. في بداية الثانوي معليش نوقفك شوية يا باش مهندس، الابتدائية المدرسة الابتدائية شافك المدرسة الابتدائية والثانوية كلها كانت مدارس كمبوني، كان مدارس كمبوني الخرطوم. يعني هي الابتدائي والثانوي كله في نفس المدرسة، بس يمكن المباني بس اختلفت. بجانبه هنا ده خضر عبد المنعم خضر، الآن هو طبيب في الولايات المتحدة. هشام عبد الرحمن مهندس، الآن برضو خارج البلاد. خالد محمد علي، يعني كل الصور دي ده أيوة ده دكتور حسن الصاوي، الآن مختلف في السعودية. طبعا أنت بتتذكر الحياة دي، غير ما بتذكر الحياة دي ده كان دائما في أي بيت عنده الكاسيت ده معناته هو زول يعني up to date. يعني بدأ حبي للرسم، يعني يمكن ده يكون الجانب اللي ما بيزول عارفه كثير جدا. أنا بحب الرسم جدا جدا، تتلمست في الوقت ذاك. انا بذكر في لما كنت في ثاني عام، في الاجازه بتاع ثاني عام، مشيت لستنا بدري، كان في مسابقه داخل العائله نفسها بتاع الرسم. قامت بعد ما شافت الرسم بتاعي قالت لي تعال يا اخي انا داري اشوف اعلمك شويه في الرسم. فعلا كنت الوقت ذاك برسم، اذا كان بتتذكروا مجله الصباح، مجله الصباح كان في ايوه، كان مجله مليانه بالرسامين التشكيليين بنجاطيه فنجاط بالضبط كده. فتأثرت بفنجاط وقلت أحاكيه، قلت بدل ما تكون يعني قعونجة أبتدي من سحلية. فجبت السحلية دي قمت طلعت منها شكل وطلعت منها شخصيات، يعني أبريشة ده اسمه زغبير، ده سريع جدا جدا لكن حرامي وحاجة زي دي يعني. وعملت مجلة حيطية في المدرسة. بتذكر كان العامل معايا التين في المجلة الحيطية الباش مهندس وليد. وليد كان معلق من الدرجة الأولى، وكان بيعلق على المباريات، على المباريات، على الأحداث، على المسابقات، وأنا كنت بحكس التعليق بتاعه ده بالرسم. بعد ما الفترة عدت مع الله يرحمه ستنا بدري، إذا علمت معاها أنواع كثيرة جدا من الألوان. يعني أنا جيت أزول بس بتاع حبر وبتاع ألوان موية، فتعلمت معها الأكريليك والفايبر وألوان الزيت فكان أول إنتاج كنت أطلع هو الرسم على القماش بمختلف يعني ملايات، يعني كل هذه الأنواع من أنواع القماش كنت برسمها وتاجرت فيها. يعني أنا إلى الآن أقول لك أنا من ثاني عام دي، يمكن كان عمري 15 سنة، إلى هذه اللحظة ما سألت من والدي مالي. يعني كنت شغال عندي ورشتي في البيت
شغال وإلى هذه اللحظة من خصائص إلى الآن ما طلبت من والدي أي أموال، لأن الحمد لله كنت مكتفي وكنت يعني شاعر بنفسي يعني إنه كبير يعني ما مفروض أسأل الوالد. دي لوحة زيتية، دي كان سنة 91 على ما أذكر، للآن شاب كبير ومزوج وعنده طفلة أكبر من الحجم اللي رسمته بيه ده اللي هو عبد الرحمن قاسم بدري. ودي صورتي لما تخرجت من الجامعة. الصورة دي ناس كتار جدا بيقول لي يا أخي أنت تخرجت من الجامعة ده زول قريت كمبوني وقريت ومولود في الولايات المتحدة، جابك على عمة وعلى سديري دي شنو تخرجت من جامعة الخرطوم سنة 98. والله أنا عندي حب للسودان وعندي حب للهوية السودانية، فيمكن دي يكون الإجابة المختصرة. لكن ما كنت أنتمي لأي تيار إسلامي معروف، لا أنصار سنة ولا أخوان مسلمين ولا حزب التحرير ولا أي حاجة، فكل هذه الأشياء ما عندي بها علاقة، بل كنت أنا أبعد نفسي منها لأنه كنت مؤمن أنه أنا ما مفروض أدافع عن مجموعة معينة لأي أدافع عنهم أو أنتمي لهم عشان بعد أضطر أن أدافع عنهم. وكنت شاعر أنه أكبر مجموعة مفروض أنتمي لها هي مجموعة جماعة المسلمين العادية، يعني أنا أكون منتمي إلى جماعة المسلمين ودي كفاية جدا جدا، يعني ما في زول بيقدر يغلط في الحتة دي. يعني سياسيا ما كنت نشط ولا كان أي من أطراف أسرتي يعني الوالدة أو الوالد ما كان عندهم نشاط سياسي من ناحية مباشرة، يعني لا أخواني لا خيلاني لا أعمامي لا كده. طيب يا باشمهندس، يعني سرد جميل جدا جدا، والواحد ما داري يقاطعك، لكن بس من قاطعك عشان يعني نستفيد أكثر. أنت قريت كمبوني، وبعد ذاك قريت هندسة جامعة الخرطوم. الحافز شنو أو الخلاك شنو يعني تختار جامعة الخرطوم وتحديدا التخصص بتاع هندسة المعمار؟ والله طبعا يهو طبعا لأنه الهواية نفسها هواية الرسم كان متملكاني جدا جدا، وكان مسألة الإبداع والتصميم مسألة بالنسبة لي سهلة، فكان أقرب حاجة في وكنت في الهندسة كنت يعني كويس جدا جدا، يعني من أحب المواد عندي هي الجيومتري وعلم المثلثات، فكنت يعني دي بيساوي شو دي بيساوي هندسة معمارية، فبكل بساطة أنا دي كانت بالنسبة لي حاجة طبيعية أنا أمشي هندسة معمارية. طيب في زول يعني أداك يعني نبذة عن التخصص، ولا أنت بس طوالي يعني خلاص إنه ده من الثانوي العالي أنا بحب الرسم ايوه الحاجه اللي ما ذكرتها الحاجه النيجاتيف اللي ما ذكرتها نعم انه انا ما كنت احب الاحياء نهائيا، يعني السبب انه ما احب الاحياء انه فيه حفظ، وانا بصراحه مساله انه احفظ الحاجة. انا لا احس عندي مشكله في الحفظ، يعني اي اسم ما بقدر احفظه، يمكن ثاني يوم ثالث يوم اكون انساه، ذاكرتي ضعيفه جدا في مساله انه احفظ، لكن اي حاجه فيها لوجيك اي حاجه فيها يعني بديهه في انك تعرف الحل بتاعها دي انا بالنسبه لي ما صعبه نهائيا. فكان الرياضيات عادي جدا، يعني لما اجيب 97 بزعل، لكن المحفوظات لو جبت 49 بفرح، لانه مثلا الحفظ بالنسبه لي كان صعب جدا جدا، فيعني يمكن ده يكون السبب الرئيسي. يعني كيف انا في حاجه كنت عاوز اعلق عليها، نعم، مساله انه يعني انا اصلا مستضاف في حلقه اسمها يعني ونس على دروب النجاح، مسألة النجاح هي طبعا مسألة نسبية، يعني حسب الاكسبكتيشن بتاعك انت النجاح شنو، ف ما يعني ما عارف الواحد هل هو ناجح ام ما ناجح، ما انت حسب انت بتقيس على منه. وانا طبعا هو استضافتي في المكان ده بناء على التجربة في الوزارة، يمكن دي تكون اكثر حاجة خلت الناس تفتكر انه والله هاشم ده يا اخي يمكن يكون نجح في حاجه، لكن الحاجه اللي نجح فيها شنو؟ لانه في اخفاقات وفي نجاح. نعم. فهي التفصيل مهم. نعم. انا كنت عاوز اجي للحاجه دي فيما بعد، لكن لانه ناس كتار اصلا جهنا ده لانه هاشم معروف ده عارفين انه كان والله يا اخي وزير في الفتره الانتقاليه. ايوه دي نحن دي معليش بس دي نحن طبعا حنجي ليها،
آه. وعايزين يعني عايزين نعرف انه كواليس الوزاره وشخص يعني من المجال الاكاديمي مش يشتغل في جو سياسي مفعم بالتفاؤل من جهه ومليء بالحفر والادغال من جهه. طيب تفضلي يا بروف. بروف سعاد بدري تفضلي، اعملي ام ميوت تفضلي طوالي. طيب انا افتكر هو دكتور ياسين عايز اسالك يا هاشم، ليه انت من الجنسيه الامريكيه ودرست في كمبوني، ليه ما درست خارج السودان؟ لانه هسه حاليا ده ترند كده، يعني انه الناس بفضلوا يدرسوا خارج السودان. لكن انا يعني بقول ملاحظه صغيره جدا، انه والد هاشم دكتور محمد بن عوف زول عنده مثاليات عالية يعني، وربى أولاده بطريقة يعني جادة شديد. حتى إحنا طبعاً إحنا ناس بدري ديل شوية راخين يعني في الأمور، لكن دكتور محمد بن عوف مشكور له إنه ربى أولاده بطريقة مرسومة يعني بتخطيط بإنه يغرس فيهم مبادئ معينة. فموضوع السفر خارج السودان للدراسة كان ما مطروح نهائي. فنخلي هاشم يتكلم عشان ما أخطب له يعني. طبعا ويمكن تكون هي نظرة الخالة بتكون خارج الصندوق، نحن داخل الصندوق. كويس، احنا داخل الصندوق ده. الوالد والوالدة الله يطران بالخير ويديهم ألف صحة وعافية، كان عندهم وزن كويس يعني. الوالدة كان هي مثال للرحمة. كويس، ما أقدر أقول أبوي مثال لكن هو كان زور فعلا رسمي جدا جدا. رسمي من ناحية شنو؟ يعني رسمي من ناحية أنه يعني ضياع الزمن بالنسبة له مشكلة كبيرة جدا جدا. كويس، عدم النظام مشكلة كبيرة جدا جدا. كويس، بعدين ممكن يعاقبك. أنا أبوي ده بيعاقبني بس لو كذبتها، لكن لو كسرت حاجة ضيعت حاجة. أنا درويش يعني، أصلا معروف إن أنا في الأسرة يعني أكثر واحد درويش من ناحية إنه عدم التركيز، خاصة لما كنت صغير يعني كنت حسي شوية كده صلحتها يعني. لكن الوالد دربنا على إنه يا أخي المسائل أنت لازم تكون زول منظم. كويس، الكذب ده بالنسبة له خط أحمر، قول له خربت الدنيا بس احترف له وما عنده مشكلة. كويس، لكن فاحنا الصعوبه بتاعت الوالد ده شايفين الناس من برا من خارج الصندوق، لكن احنا قاعدين جوا الصندوق ما شايفيننا، خلاص احنا اتطبينا عليها. نعم تمام. ف مساله السفر برا دي ما طرأت على بالنا اصلا يعني. مش اقول لك احنا ذكرناها وبعدين الوالد قال لا ما تمشوا ابدا، كنا عايشين حياه عاديه جدا جدا بحلوه بمره، وكنا بنركب المواصلات يعني يعني من الحياه الغريبه. الوالد كان عنده عربيه في أكثر يعني حياتنا، لكن في الإجازة الوالد كان بيصحى الساعة 5 صباحا وبصحينا نبتدي شغل، بنزرع الشجر، بنقش الحوج، بنطلع المعد، ناخد السماد. يوم المدرسة ده أول يوم في المدرسة أبوي ده بيصحى الساعة 9، ما بيصحى 5 صباحا، وإحنا كلنا نطلع نركب المواصلات. أبوي ده يعني ما وصلنا بالعربية. انا يمكن عشان انا اصغر واحد فكنت ما عارف بس ماشي مع الفوج. ما كنت بتسأل لي ابدا، ما حصل. لكن دل حصل يعني. احنا زي ما قلت لك تربينا عادي جدا جدا، ركبنا المواصلات، درشنا في مراحل من الحياه يمكن ما تكون يعني ظريف ان الواحد يحكيها، لكن كان في عصره اقتصاديه كان كثير جدا من الاحياء يعني، كان في وكنا بنمارس الحياة على أقلها يعني. إحنا كان أبوي يقول لنا أحسن سلاح بالنسبة لك أصبعك ده، كيف تكفي البن نور. فقال إحنا طوال أنت أي نور قاعد في حتة فاتح ساكت تكفيه. فكان معلمي على الاقتصاد يعني، هو رجل اقتصادي أصلا يعني، يعني يتخرج من بيطرة ومشى يتخصص في الماجستير ودكتور في الاقتصاد. أنا عاوز عشان الزمن ما نايدر أمشي أصل الحتة اللي بعديها دي، بعد الرسومات دي، بعد ما تخرجت من الجامعة اشتغلت. أول ما تخرجت من الجامعة سنة 98 اشتغلت في مقاولات، كان عندي بيت صممته في الطائف، أذكر لواحد اسمه الجيلي أبو عبد الله، هو من مختلف السعودية، واشتغلت له التصميم ده وبديت عملت له الأعمدة وكده وبتاعه، واتبسطت جدا جدا. بعد 6-7 شهور كده عملت زيارة لدبي،
مشيت دبي هناك اشتغلت بعد ما عملت كم انترفيو في شركة اسمها عبد السفارين، شركة تصميمية. من خلال العمل اتدرجت كويس يعني برضو، يعني أنا ممكن أوري هنا جزء من الحاجات اللي اشتغلتها في الجانب النصف الثاني من الشاشة. أنا بادي دل سيرة ذاتية، فبس ببتدي بانتحد لفوق. الرسومات التحت دي هي الشغل اللي اشتغلته في عبد السفاريني وفي منطقة في الإمارات عموما، يعني بعض البيوت الخاصة في عمارات كبيرة وكذا، فتعلمت يعني بصورة جيدة. من خلال عملي من خلال البيوت الخاصة بديت أرسم بعض الرسومات، يعني الرسومات دي من وحي العمارة اللي أنا صممتها ذاتها. يعني الصورة اللي على اليمين ده ركن لبيت في خورفكان في الشارقة، ورسمت فيه رسومات فيه يعني فيه حروف عربية. العربي ده المكتوب ده ما حتلقى فيه كلمة يعني مفيدة. سميت اللوحة دي الهوية الضائعة، The Lost Identity، لأنه صراحة خاصة في الحتة الأولى اللي اشتغلت فيها في دبي شعرت إنه ما في هوية عربية، اللغة لغة الشارع لغة هندية أو أمريكية، فأنت بتلقى صعوبة كبيرة جدا إنك أنت تستشعر إنك أنت في بلد عربي، فسميتها هي الهوية الضائعة. اللوحة الثانية دي ده عبارة عن لمبات كانت على السقف، عجبتني جدا، معمولة يدويا، فقلبتها للوحة دي بالكلها بالحبر يعني حبر الملون. اللوحة الثانية دي في 2004، دي بعد ما رجعت السودان طبعا بعد 4 سنوات الأولى في الإمارات، فتحت مكتبي في السودان لمدة 2 سنين، سميته المدينة المعمارية على اسم الوالد، الوالد اسمها مدينة وكانت تناسب العمارة يعني، فهي المدينة المعمارية، واشتغلت فيها لمدة 2 سنين إلا 1.5 سنة. من ضمن الحياة اللي اشتغلتها فيها كان تصميمات غير البيوت، يعني كان تصميم لجملونات لهجليج صناعية ومطار جوبا، كان مسابقة يعني. بعد ذاك اتضايقت جدا لأن الفترة دي كان الكيزان أي مناقصة عامة حتى من الشورت ليست ما بيأخذوا الناس، فلقيت نفسي أنا قاعد أصرف على مسابقات من غير ما الواحد يأخذها، المنافسة ما كانت شريفة. فبعد اليوم ده الوقت الوحيد اللي استعملت فيه الجواز الأمريكي، يعني من ولادتي إلى هذه اللحظة 2004 ما كان مشيت الولايات المتحدة. فحتى بذكر أنه لما مشيت السفارة الأمريكية عشان يتعرفوا علي أنه الشخصية اللي قدامهم ده هو زول في الصورة المولود عمره 3 شهور كويس، فجبت الجواز اللي هم طلعوا لي لما أنا اتولدت طفل عمره 3 شهور، وعشان ما تنتقل الصورة دي للصورة بتاع في الزول قدامهم ده اضطريت أن أجيب كمية من الصور فيما بيناتهم يعني مراحل الحياة دي كلها وكذا. في النهاية سافرت، ودي لوحة زيتية على اليسار وأيضا على اليمين برضو لوحة زيتية، دي لوحة حديثة جدا جدا يعني، دي 2021 اسمها الخرطوم، يعني ظاهرة جدا جدا، فيها خط عربي وفيها طول الخرطوم. الثورة 2004 دي حابتديها بعد ما أتكلم قليلا عن السيرة الذاتية في الولايات المتحدة، لأنه ده كان سنة 2019. نعم. فعاوز أتكلم هنا بسيط جدا إذا تسمحوا لي عن الفترة في الولايات المتحدة، لأنها فترة بالمناسبة قيمة جدا لأي شخص عاوز يبحث عن العالم الحديث وكيف يستفيد منه وكيف تغير حياته، يعني تغير حياته العملية، تغير نظرته للتعامل كده. باختصار شديد جدا جدا، أكثر كلمة أنا يعني جذبتني في الحياة في أمريكا، في أمريكا هي عبارة دائما برددها مديرك أو زميلك لما أنت تقول له رأيك في موضوع، يقول لك it makes sense. الثلاثة كلمات دي يا أخواننا دي طلعت بيها من أمريكا واشتغلت بيها إلى الآن، it makes sense. ودي بالمناسبة دي الحاجة اشتغلت بيها كوزير، كمهندس، كدرافتر، كصبي، كأي حاجة، كتلميذ، it makes sense. دي يا أخواننا فحوى الموضوع كله. يعني القرآن الكريم دائما يقول لك فلا يعقلون لا فيعقلون، فالحاجة اللي انت بتميك سنس ليك دي هي الحاجة اللي انت مفروض تقدرها.
وانت المفروض تحاسب الشخص اللي قدامك ده بما يقوله فيما في ف وات ميك سنس. ما عندهم تكبر. يعني انا اوريك قيمه الحاجه دي معناها شنو. لما تقول رايك بعيك مديرك يقول لك ات ميك سنس وبناء على ان الحاجه دي عندها كلامك ده منطقي ويبتدوا طوالي ينفذوه, دي بتخلق فيك روح انك انت يا اخي تعب تفكر وتدي فكرتك اللي انت شايفها منطقيه, دي الناس بتوزينها لك وبتمشيها لك قدام. بخلاف مناطق اخرى في العالم انت ك يعني ما بياخذوا رايك ده او منطقك ده. الحاجه اللي حصلت يمكن ما اكون ما عبرت كثير عن الحاجه اللي انا عاوز اقولها دي, لكن يمكن تكون الدكتور ياسين او المستمعين المحاورين الان فهمتوا قصدي في المعنى ده. المعنى ده كان كبير وخلاني اتشجع انه اخوض تجربه ورا تجربه وادي رايي ويكون عندي شخصيه بتعزز الثقه في النفس. نعم. التجربه الثانيه اللي عززت مثلا ميك سنس وبالنسبه لهم بيؤمنوا بالحاجه ميك سنس الامريكان ديل. انا يا اخواننا بديت في امريكا, ديل السودانيين اللي بيجوا امريكا بيشتغلوا اي شغلانيه في الاول عشان ما يتاقلم على الحياه, وبعدين بينتقل للبروفيشنال بتاعه. اذا عاوز يمتحن لايسنس او معادله زي ما بيقولوا عشان يشتغل في مجاله بتاخده سنتين ثلاثه. انا اول ما مشيت هناك قدموا لي الاصدقاء والاهل وكده ده قالوا لي يا اخي والله خلقين لك شغلانيه بتاعه جرسون, شغلانيه بتاعه تملى جاز في محطه, وده عاده كل الناس اللي بيجوا يعني جداد لامريكا بيشتغلوا الشغلانيه دي. انا كان حارجني وانا جاي من السودان عندي مكتبي شغال, انا سنه ونص شغال عندي مكتب باسمي امشي اشتغل انا يا اخي جرسون ما it doesn't make sense كويس. انا من وقتك شغال بقصه doesn't make sense. قلت يا اخي انا حدي نفسي 90 يوم 3 شهور لقيت شغل في مجالي كان وبيها, ما لقيت برجع للسودان ذاته ارجع ارفض مكتبي ده وكابس في السوق مره ثانيه. فكنت خاطع لنفسي تارجت انه كل يوم ما انوم الا اقدم ل 15 شغلانيه, اضرب 15 شغلانيه دي في تقريبا 100 يوم اللي هي 3 شهور يعني الا دي 1500 شغلانيه. انا قدمت يا اخواني ل 1500 شغلانيه كل يوم 15 شغلانيه, والوقت داخل الانترنت والحياه دي يعني في ضعف ولا واتساب, فكان نص الحياه دي بالفاكس والنص الثاني بالايميل, وكثير جدا من الاحيان بمشي للمكاتب نفسها حتى لو ما عندهم بوزيشن بدق الباب بدخل جوه وبشرح لهم بنفسي وكده. في الثلاثة شهور دي كلها رد علي مكتب واحد, 1500 شغلانية واحد بس رد علي, ولما ضربي تليفون قال لي يا أخي أنت الوظيفة المقدم ليها دي رسيم. الرسيم دي للناس اللي ما عارفين الهندسة المعمارية ده أقل خانة بتاعة موظف, يعني زي ممرض أنت تكون دكتور مثلا تمشي تشتغل ممرض. فأنا كنت مهندس معماري الوقت ده عندي خبرة 7 سنوات, 4 منها في الخليج وسنتين في السودان, يعني 6 سنوات تقريبا, وده مقدم لشغلانية بتاعة ريسين درافتمان أو بيسموه كاد أوبريتر يعني اسم الدلع بتاعه. فقال لي يا أخي أنت يا أخي عندك خبرة 6 سنوات وعندك بكالوريوس وبتاع الوقت ده ما عندي ماجستير بتاع, عاوز تقدم فعلا للشغلانية دي؟ قلت لهم والله يا أخي أيوة دار أقدم ليها وكده وأنا متحمس إنه أتعلم وكلام زي ده. فقال لي خلاص تعالي الانترفيو. الانترفيو كان بعد يومين, أنا طبعا يومين ما نمت يعني من الإكسايتمنت. لما مشيت على الانترفيو ده كنت زول ما نايم ليه 48 ساعة, فبتكلموا معاي قالوا لي يا أخي والله شكلك واثق من نفسك. طبعا إنه أنا نحسان ما قاعد أتكلم بتشنج, أنا أصلا بيري ريلاكس إنه نحسان تعبان جدا جدا, فافتكروا إنه دي يعني حاجة إيجابية. فاشتغلت معاهم, قعدت مع الناس ديل 4 سنوات. أنا في السنة الأولى رجوني مرتين من درافتر لبروجكت لأسيستنت بروجكت مانجر لبروجكت مانجر في سنة واحدة, يعني نهاية السنة. وده يدل لك على انه الناس ديل يعني كان ممكن بالراحه يستغلوني, يقول يا اخي الزول ده ممكن يطلع لينا الشغل بتاع بروجكت مانجر, احنا نشغله على وظيفه درافتر لحد النهايه. لكن لصدقهم ولاحترامهم للبني ادم بيدوه حسب ما ينتج. طيب يا ده كلام جميل جدا جدا. ودي من المفاجاه الاولى بالمناسبه. طيب لك بس حته صغيره كده, قدمت لهم شنو عشان انت يعني تمشي؟ أيوة. ايوه طيب, ما انا شغل انا عارفه يعني انا ما اشتغلت يعني الشغل فاهمه.
أنا مشكلتي الأولى أول حاجة كان الأكسنت بتاعي. إحنا درسنا إنجليزي بالطريقة السودانية اللهجة البريطانية، فلما تمشي هناك عمليا الأمريكان دول عندهم أكسنت مختلف تماما، اللهجة بتاعتهم مختلفة تماما. أنا لمدة أسبوعين في واحد كده اسمه جو أبالون، لا حسب أتذكر اسمه، ما بفهم نهائيا، بديني إنستركشن كده ده بسأله مرتين يخت قصدك شنو، بيقوم بيكتب لي خطه كعب جدا جدا، يعني خطه زي ما بقوله بس بقول لك جداده ولا شنو، بس الزول ده خطه كعب جدا جدا، فلا قادر افهم منه بالكلام لا قادر منه. الزول الثاني اسمه توم ريتر، برضو اذكر اسمه توم، ده كان كلامه واضح، الاكسنت بتاعه خفيف وخطه نظيف، يعني حتى لما يكتب تعليقات بقدر. فاجتمع معي بتذكر الدايركتور بتاع الديزاين لوك ده اسمه جون بندلفينو، ربنا يطهر بالخير، يعني فعلا ده استاذي يعني، وإلى الآن كنا له بكثير جدا من التقدير. عمل لي اجتماع بعد أسبوعين مع الاثنين ديل، قال لي يا هاشم يا أخي إحنا يعني ما عارفين بداتهم القيمة كيف، في شغل بتشتغله سريع جدا وبيسلموا قبل الوقت، وفي شغل بتتأخر منه بعد الوقت، مشكلتك شنو؟ قلت لهم أي شغل جاي من جودة أنا ما بفهمه. وقدر ما حاولت بالكتابة خطه قاع، فقعد يضحك وضحك شديد جدا جدا، وبعدها غير اسلوبه معاي وكده. المفاجاه دار اقول لك انه انا بعد ما اشتغلت معاهم 64، خلال المده دي مشيت عملت ماجستير في السنتين الاواخر في مكتبهم دي، والماجستير ده قبل ما اخلصه انا حاولت اختار ماجستير في حاجه معينه جدا جدا ما تكون اعاده للبكالوريوس. البكالوريوس بتاعي طبعا كان الهندسه المعماريه من جامعه الخرطوم، صح؟ نعم. كان في ماجستير برضو اسمه ماجستير الهندسة المعمارية، ما بيضيف حاجة. ففي حاجة كان اسمها البارامتريك ديزاين، أنا فهمت جدا جدا البارامتريك ديزاين ده، هي حاجة جميلة جدا جدا. أصلا أول من طبق البارامتريك ديزاين ديل الميكانيكال انجينيرز في بناهم للطيارات وللعربات. المفهوم بتاعه بكل بساطة التصميم التقليدي، انت الفورم بتاعك بيكون جهز، وبعدك بتقول عشان انا اصل للفورم ده اقطع الحديد كيف على ياتو مقاسات عشان اصل للفورم اللي انا حددته ده، خلاص. دي الطريقه التقليديه، انا صممت لي بيت بالشكل الفلاني، طيب ده الشكل بتاع البيت، عشان انا اصل للبيت ده اعمل الكونستركشن دوكيومنتس بتاعتي او الفابريكيشن دوكيومنتس بتاعتي كيف، اقوم عاين للمنظر اللي انا عملته ده وارسم على اساسه. دي الطريقه التقليديه. البارامتريك ديزاين بتبتدي بالعكس، كانما انت بتعمل الدي ان اي بتاع البرودكت بتاعك، وطالما انت حددت المعايير والبارامترز والكونسترينز بتاع التصميم بتاعك، انت بتقول لي انتر، وعلاقات دي بتبني لك الشكل. فانت ما بتكون عارف الشكل حيطلع كيف، لكن بتكون عارف المحددات بتاعته، فانت بتبتدي بشنو، كانك بتعمل ريفيرس انجينيرنج للشكل بتاعك، عرفت كيف؟ الحاجه دي اتطبقت بكل سهوله في الهندسه الميكانيكيه في صناعه الطائرات. ليه يحتاجوا للحاجه زي دي؟ لانه الطياره دي هي عباره عن نتاج لقوى الهيدروليك وللفلو بتاع الاير وللثرست بتاع البريشر، ففيها مكونات ميكانيكيه لابد شكل الطياره والجناح وطوله وعرضه وصفته تكون بالمحددات دي عشان تطلع الطياره بهذا الشكل. وكل ما زاد عدد الناس في الطياره، كل ما تغيرت الطول والديامتر بتاع الطياره والجناح بتاعها اكوردنج للتوتال لود اللي هي شايلها، اذا كان ديد لود او لايف لود. فالعلاقه بتكون دائما في العلاقه الحسابيه ما بين الكاباسيتي بتاعت الطياره، بتكلم عن الطياره مثلا حسب كمثال، لكن بتنطبق على اي حاجه ثانيه. العلاقه هي بارنت لتشايلد، البارنت دائما اذا تغير البارنت يتغير التشايلد، تمام؟ فهم دائما بيعملوا علاقه دي، يا اخي علاقه كل تشيلدرن ديل بتاعين الطياره، اذا كانت دايامتر او طول الجناح او الضنب او كده، ده علاقته شنو بالبارنت ده؟ البارنت ده لما يتغير بنسبة كده، ده حيتغير بنسبة لوغاريتمية بحاجة مباشرة إلى آخره، يعملوا المعادلات دي كلها، وبعدين خلاص ده التصميم بتاعك واحد. أنت الطيارة 3A3 أو الطيارة 287 اللي هي واحدة شايلة 300 راكب أو شايلة 100 راكب أو شايلة 4 ركاب، أنت بتغيير عدد الركاب
and you press enter بعدك بيحصل اوتوميشن للديزاين وبطلع لك شكل الطياره اللي انت دايره والمواصفات اللي دايره اوكي انك انت طيب جاء واحد اسمه فرانجيري فرانجيري اشترى البرنامج اللي اسمه كاتيا اللي بيعمل البارامتريك ديزاين للطيارات وللعربات وللميكانيكال يعني عموما وعمل لي ريباكجينج شال نفس الانجين بتاعت التول دي وعمل لها ريباكجينج وسماه ديجيتال بروجكت ديجيتال بروجكت ده عمله ولفوا للهندسة المعمارية في كده المباني بتاع فرانجيري لو مشيت درستها بتلقاها إنها مميزة جدا جدا شكلها تحدى فيه الشكل التقليدي بتاع الخط المستقيم إلى الأشكال الدبل كيرب لكن بيراعي فيها الهيومن فاكتور فالهيومن فاكتور بيقدر يعيش في البيلدينج ده بكل أمان والمواد تحت البناء هي مواد تستطيع ما خيالية تستطيع تصنيعها لأنه خدت البارامترز بتاعت محددات البناء فالمهم أنا عجبني الموضوع ده وعلى أساس دخلته خلصته في سنتين قبل ما أخلصه جاني أوفرز من أكبر شركة معمارية اسمها سكيدمور أوينج أند ميرل باختصار الثلاثة حروف الأولى من الاسم ده SOM لقيت منهم تو أوفرز مع أنه أنا قدمت لهم 5 مرات ورفضوني كويس قدمت لنفس الشركة دي يعني 5 مرات ورفضوني وكل مرة بيكتبوا لي اعتذار ويأبولوجايز بدا ما عندنا مكان المرة دي ما قدمت لهم وأول ما عرفوا الليستة بتاعت الخريجين من البرنامج دي الوقت ده كان في كليتين أو 3 كليات في العالم بتشتغل البارامتريك ديزاين فلما عرفوا ليستة الطلبة أنا كنت في السيمستر التالي فضل لي سيمستر كامل وأنا في نص السيمستر التالي اتقدم لي عرض من 2 وحدتين داخل في منهاتن فمشيت لي مديري ومفدلفين وده ده الزول شوف شغلني درافت الرسيم يعني جيت قلت له يا أخي أنا والله يعني عاوز امشي يعني بعد ده وكده قال لي خلص الماجستير انت قلت له لسه ما خلصت وكان جاني اوفر كده حكيت له قال لي يا اخي انت اصلا يعني زول يعني مجتهد وكده وتستاهل لكن بالله لما تمشي هناك انا رسلت لك مما عرفت انك انت ماشي رسلت لك طلب في اللينك ان انك تعمل لي ريكومنديشن انت متخيل يعني انت جون فاندلفينو ده فرقي منه انا 20 سنة وزول يعني اركيتكت لايسنس في 50 ولاية داري انا هاشم بن عوف الزول الجاي من افريقيا ده اكتب لي هو ريكومنديشن خلاص فقصه ات ميك سنس دي كويس ماشي معايا انا ما بس يعني شعار انما تطبيق الناس اللي بيطبقوه مؤمنين بيها وما عنده بخيل ففعلا يعني حتى انا قلت له يا اخي انا ما بكتب لك انت يا اخي انت استاذي وعلمتني ووشيتني في الدرب ورقيتني يعني فضلك علي كثير كمان اكتب لك قال لي يا اخي دحر الدنيا قال لي احنا بنتعلم من احنا بنعلم تلاميذ وبنتعلم منه ما في حاجه قال لي ات ميك سنس ات ميك سنس ايوه فعلى هذا الاساس والله فعلا يعني انا بس اديك بريك شويه كده عشان تجور نفسك يعني لكن يعني رساله لكل الشباب اللي بيتابعونا وشباب مبادره الباحثين السودانيين يعني دائما فكر في الابداع يعني فكر للحاجه اللي انت بتطلعك من الصندوق بتاعك يعني انت مثلا ناس بتعمل في ماجستير بتاع في المجال الطبي في المجال الاكاديمي في المجال اي يعني مجال هندسي فكر الترند شنو شغال في العالم يعني ما تمشي يعني طوال انا مثلا اتخرجت من الجامعه ببكالوريوس طوالي مفروض اعمل ماجستير والله لانه احمد وانور وهاشم عملوا ماجستير لا انت فكر في انه الماجستير ده حيضيف لك شنو لانه مرات صراحه انا شخصيا من الناس الماجستير ما ضاف لي حاجه تمام يعني عملت ايوه ماجستير وشغال في الدكتوراه كده لكن بقول الماجستير ما ضاف لي اي حاجه وغلطة يعني الزمن لو رجع لي بورا ما بعمل الماجستير اللي عملته أنا في التخصص ده أنا بس عملته في الوقت قلنا الناس كانوا محتاجين له لكن بعد ذاك حصلت أزمة اقتصادية الأمور كلها تغيرت يعني تمام فبالتالي يعني أنت دائما يعني بالذات الشباب اللي بيمشي يقدموا للماجستيرات وبيزال والله أنت أقدم ماجستير وكذا فتش في حاجة بتضيف لك شنو والحاجة دي ذاتها ما تكون زي ما قال الباش مهندس ما تكون لنفس البكالوريوس بتاعك يعني تمام فنحييك والله طبعا الناس اللي انضموا لنا هسه دي نحن يا جماعه الليله معانا في ونس على دروب النجاح الباشمهندس هاشم بن عوف ويعني هسه قريب الساعه ومستمتعين جدا جدا بالحوار ولسه يعني احنا ما دخلنا في الدقداق نحن لسه في امريكا والايام كانت حلوه وكذا يعني فواصل يا باشمهندس
طيب دي الصوره اللي حسيت تظهر لك دي، يعني دي وول جرينز دي واحده من كنت شغال فيها مع جمب الدلفين، وهم ناس بتاع الريتيل كويس. ده لو لاحظت دي النقله، بعد ما خلصت 4 سنين في الشغل بتاع الريتيل ده بديت اشتغل الشغل بتاع البارامتريك ديزاين، فبتشعر انه هنا الشغل بدا شويه يبقى مور سوفيستيكيتد. ما ظهرت الصوره معلش يا باشمهندس. ما ظهر الصوره. اوكي اوكي طيب خلينا نعمل لك ظهر الان في الخرطوم الصوره. الخرطوم هاي برجع لك للثانيه دي. اوكي كده ظهره. اوكي فقلت لك هنا ده الشغل التقليدي، وول جرينز دي معروفه السلسله بتاعت صيدليات، شغل تقليدي وعادي كده. بعد شوي هنا بيظهر لك الشغل بتاع البارامتريك ديزاين، انت بتبني الاستراكشر نفسه بتاع المبنى بتاعك، وعايز بتعمل له كلادينج، بتعمل دراسه للانفايرمنتال، يعني بيتيح لك البرنامج البارامتريك ده انك تدخل عوامل بتاع الاستراكشر ستريس معليش يا باشمهندس ما ظهرت لي ساعه. اوكي سوري. اوكي حسي الان ظاهره. ايوه كده ظاهره الكم صوره و اوكي خليني اعمل لك البس الفايل ده اوكي كده. تمام كده اوكي alright تمام. فقال لك البرنامج ده بيتيح لك انك تدخل حاجات كثيره، يعني منها دراسات بتاعت ستريس الاستراكشر ستريس او انفايرمنتال زي الجلير والشمس والظل وكده. ده من اخر المشاريع اللي اشتغلتها معاهم، اللي هو كان مبنى دبل كيرت كونكريت طالع، انا كنت المسؤول الرئيسي على البيم في الوقت ده ذاته. النقله الثانيه حصلت من 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 ناس اس او ام، لانه البرنامج ده يعني زي ما قلت لك كان زي نادر كده، ناس جامعه كولومبيا الامريكيه اللي هي تعتبر من التوب جامعات في امريكا في نيويورك، برضو ما قدمت ليها يعني، لكن تواصلوا مع ناس اس او ام وكانوا عاوزين اجي اشتغل معاهم كمحاضر لطلبه الماجستير. فدي كان يعني ده كان سنه 2010. استمرت في امريكا لحد 2012، درست في جامعه كولومبيا واشتغلت في اس او ام، وثاني اشتغلت في محل ثاني اسمه شوب برضو في نيويورك. بعد ذاك اولادي يعني كانوا وصلوا ما كبروا يعني، لكن شعرت ان ده الوقت انه الواحد يقرب للوالد والوالده في السودان يعني. فاستقلت من العمل في امريكا وتوجهت للسعوديه، اشتغلت في مستشفى الملك فيصل التخصصي، كنت المهندس المسؤول عن إدارة المباني هناك لمدة 4 سنوات كويس. فدي يمكن يكون دي واحد من المشاريع اللي اشتغلناها، اللي هي وحدات علاجية وحدات إدارية داخل المستشفى لمدة 4 سنوات، كان فرصة كبيرة إنه أكتسب فيها خبرة في بناء المستشفيات وكذا. بعد ما انتقلت من السعودية سنة 2016، جيت على قطر اشتغلت في شركة ألمانية لمدة عام في مجال النقل. بعد سنة كاملة اشتغلت بعد ذاك كونسلتنت لنقل في السكك الحديدية القطرية اللي هي أنا ما زال شغال فيها. ده كان دوري فيه بنشتغل المحطات، عندنا حوالي توتل بتاع 100 محطة، اشتغلنا تلتها إلى الآن، وما زال العمل جاري في الإكستنشنز ل 2025 و 2030. دي يمكن تكون باختصار الحياة العملية في الحياة دي. شهر 4 2019، ودي حقبة جديدة من الحياة الدراسية والحياة العملية، عاوز أحكي معاكم بداية العمل في القطاع العام والمبادرات في السودان. فإذا عاوز أدخل فيها طوالي. طيب جميل. أول مجموعة اشتغلت معاهم هم زملائي من خريجي كلية الهندسة والعمارة جامعة الخرطوم في التجمع وشبكة مهندسي جامعة الخرطوم.
مجموعة طيبة جدا جدا ونشيطة جدا في المجال العام، وكانت تعمل على استعادة نقابة المهندسين، وكان عندها أنشطة في تأهيل الطلبة الجداد والحديثي الخريجين للدخول في سوق العمل، وعمل برامج تدريبية وكذا. وهاجس الجميع في الفترة دي من ديسمبر 2018 لحد الوقت ذاك اللي هو شهر 4 هو إسقاط النظام. لما تبين لنا بصورة يعني ما فيها شك أنه النظام حينقطع، بعد ذلك قلنا يا أخواننا بادرنا بأنه نقول مجموعة بسيطة يعني من التجمع، أنه يا أخواننا بالتوازي مع مسألة المواكب والإسقاط، أنه إحنا نجهز الحكومة الانتقالية الجديدة، لأنه حتيجي حكومة حيكون في فراغ وحيكون في هدم موجود في الدولة، حتستغرق الحكومة الانتقالية فترة طويلة جدا عشان ما تعرف خارطة الطريق بتاعتها عشان تبتدي تنفذ فيها. عندنا مشكلة بتاعت كذا وكذا وكذا وكذا، تعال نقسم الشغل. فقسمنا بطاقاتنا الهندسية من كهرباء إلى ضفط إلى طاقة إلى تنمية عمرانية إلى بنى تحتية إلى نقل إلى نفط على الأقسام الموجودة في التجمع. كان من نصيبي أنا التنمية العمرانية والبنى التحتية، كان من نصيب أحمد مختار الكهرباء، كان من نصيب بروف نمر وأيمن أبو الجوخ النفط، وكان من نصيب، وهكذا قسمنا هذه الديسيبلينز المختلفة قسمناها للمحاور دي. وبدينا بعد ذاك الدخول في العمل العام بعمق. المنصة الفكرية دي أنا انشغلت بها انشغال أكثر من مسألة المواكب بحكم وجودي خارج السودان. وبدينا إحنا كسبعة أشخاص وانتقلنا إلى 150 شخص في 15 دولة في العالم، بنعمل عبر الزوم وعبر الواتس في بناء خارطة الطريق للتنمية العمرانية والبنى التحتية. وجاء شهر 9 وطلعنا إحنا بعض المنشورات ونشرناها في صفحة كان كوناها. فكان دي بداية الاختيار. الاختيار ده بدأ كيف؟ الاختيار ده بدأ بأنه حسن، دكتور حسن عبد العاضي الله يرحمه، طلب، كان مكلف هو بعمل الورش الإسعافية دي. بعد ده كان مانديت للحكومة بتاعت حمدوك أن يبدأ. فدعا الناس شهر 9 قال لهم يا إخواننا في ورش، كل المختصين في كل المجالات، القطاع الخاص والعام والأكاديمي، يجوا للورش دي. هتلقوا طاولات مختلفة، كل واحد يلقى الطاولة بتاعته، يجي ويبتدي يكون مجموعات، وإحنا حنحدد لكم مكان الورش فين. أوفدنا من مبادرتنا دي اسمها مبادرة التنمية العمرانية السودانية، أوفدنا 4 من الناس اللي قاعدين في السودان. إحنا زي ما قلنا لكم الوقت ده كنا 150 مشتتين على بقاع الأرض، لكن في مجموعة كويسة جدا قاعدة موجودة في السودان. أوفدنا 4، الأربعة دي لما مشوا للطاولة بتاعت البنى التحتية لقوا إنه في بعض الأوراق مخطوطة، وفي مجموعات أخرى من أكاديميين وقطاع عام وكده لبوا الدعوة بتاع الدكتور حسن عبد العاطي، إنها كانت أصلا متلفزة يعني منشورة، وجوا حضروا الورشة الأولى دي. الورق المخطوط في كل طاولة كان عنده زي ما تقول كده بذرة نقاش، طبعوها مجموعة الدكتور حسن عبد العاطي من النت من أي مكان، عملوا شيرش يعني في القطاع التعليمي، دارين أوراق عمل لخارطة الطريق كده، الحاجة اللي جوه أخذتوها، ليقوا الورق المخطوط ده حق مبادرتنا إحنا. فمعناته هم توصل يعني لما بحثوا ليقوا بالتاج نمبر، التاج نيمينج وكده، خارطة الطريق التنمية العمرانية والبنى التحتية السودانية، نزلوا شغلنا. وشغلنا فعلا كان واضح جدا أنه بيستقصد الفترة الانتقالية. فالإخوة الموجودين رفعوا عندهم لدكتور حسن عبد العاضي والإخوة، قال لهم يا إخواني بالمناسبة الورق ده اللي انتوا طبعتوه يعني عشان يكون بذرة نقاش، ده ورقنا إحنا منظمة التنمية العمرانية. قالوا يا أخي انتوا يا أخي جيتونا في جرح، إحنا مزنوقين عاوزين نخلص في شهر 1 وانتوا شغالين من شهر 4، فيا أخي انتوا أبقوا المنظمين للورشة دي. لما نزل كلمونا في الجمعية العمومية إنه يا أخي حصل كيت كيت كيت، طبعا فرحنا جدا، إحنا كمبادرة أصلا قصدنا إنه نوصل فكرة تدريب الحكومة الانتقالية الجاية. فإذا بالحكومة الانتقالية الجاية أو الحاضر السياسية بتاعتنا كلفتنا إحنا بالتنظيم، فكان دي يعني غمرة الفرح عندنا. اشتغلنا الشغل ده بعد ذلك بنظام شديد، وأشرقنا فيه كل القطاعات اللي إحنا كنا عاوزينها، والكل بنحنسه زمانك يا والمبادرة حسي بقى يجي بطلب من الحاضر السياسية
لانه احنا بقينا منظمين ليها. فكان العمل كان فيه استجابه 100% من كل القطاعات المستهدفين اللي هم يعني الستيك هولدرز في المؤسسات المعنيه، يعني مشان اللي ولايه الخرطوم، وزاره الوزاره الاتحاديه، وجبنا الناس اللي هم فعلا عندهم القلم الاخضر والاحمر والاصفر. اشتغلنا شغل بالكامل وسلمنا الحكومه حمدوك ملف للخطه الاسعافيه للتنميه العمرانيه للثلاث سنين كخطه اسعافيه وما بعدها كخطه استراتيجيه في كل القطاعات. تصور من الورش اللي كنا قاعدين شغالين فيها، بعد الورش دي ما انتهت واحنا سلمنا دي الحاجه، سلمناها، سلمنا الكتيبات دي كلها، وكتيبه قيمه جدا جدا، يعني حتى لو مثلا عملنا عليها هناك الطرق والجسور، السكك الحديديه، النقل الجوي، النقل البحري، مرافق الشرب والصرف الصحي، الاسكان والتشييد، مستوطنات النازحين. فكان شغل كبير. السبعه محاور دي شاركوا فيها القطاع الخاص والعام والاكاديمي والمبادرات المدنيه، يعني ما خلينا لينا زول بره. طيب في الصوره التحدي فيها البدوي دكتور حسن عبد العاطي ودكتور حمدوك، وهو يحمل الكتيب بتاعنا في ورشه عرض ونقاشات واقتراحات برنامج الاولويات الفتره الانتقاليه. دكتور حسن عبد العاطي كان مؤمن بمبادره دي ايمان عميق، لانه حضر احنا بنشتغل كيف، ولقى انه احنا كيف بنتعامل مع الحياه بجديه. حتى لما انطلب ترجمه ليها عشان كان عاوز يدي نسخه للسفاره الاجنبيه، نحن عملنا الترجمه، عملناها بطريقه احترافيه وسلمناها له في الوقت المناسب. فهو يعني جد اعجبنا اعجاب شديد جدا جدا. ده خلاه لاحقا لما الحكومه حست بانه في وزارات محتاجه لدعم لوزراء دوله فيما سموه، وانا طبعا لاحقا كنت شايف انه زياده الوكلاء كان كفايه، لكن على اي حال كان قرارهم في الوقت ذاك انه يحطوا وزير دوله لكل من وزاره العمل ووزاره التنميه الخارجيه والبنى التحتيه. فاوصى دكتور حسن عبد العاطي بالاتصال بهاشم بن عوف على سنه هو يكون وزير الدوله، طالما هو قدر يعني يقود المبادره دي ويوصل الحاجه دي. وكان الاتصال من مكتب وزير يعني حمدوك علي بخيت، اتصل بي في انا كنت في الدوحه، وتفاجأت طبعا بالاتصال، ما عندي اي خلفيه يعني، لكن سريعا ما استجبت، وكان في يعني ارهاق كبير جدا في اقناع الاسره، يعني لانه مساله متخلي الغربه وطريع السودان وكذا كان، لكن سريعا ما استجابوا وخليتهم تموا السنه الدراسيه وينضموا لي. وكان النيه في الوقت ذاك انه الواحد يقعد كل الفتره الانتقاليه كوزير دوله يدعم فيها الوزير الاتحادي. ده باختصار كان كيفيه الاختيار، يعني جاء منبعه من مساله مبادره التنميه العمرانيه. وهذه المنظمه الان يعني انا طبعا خليتها في فتره وزير، لانه ما بالامكان يكون في conflict of interest اذا كنت انا في منظمه في الحكومه في نفس الوقت. طرحت منها ورجعت لها بعد الاستقاله، والان هذه المبادره اصبحت منظمه تحت هاك، وحصلنا على عده برامج بتمويل من نوفيك ومن جهات اخرى، يو ان دي بي وايكورم ويو كي ايد ويو اس ايد، ما يقدر بمليون ونص يورو، مشاريع بتاعت كاباسيتي بيلدينج وبتاعت تريننج. جزء منها كان انستتيوشن ريفورم بالنسبه لوزاره البنيه التحتيه نفسها، وزاره التنميه العمرانيه، وزاره التنميه قصدي والعمل، كان فيها شغل بتاع اي دي مابس اللي هو شغل بتاع جي اي اس، انتهى في فتره كانت 3 سنوات، انتهى وحتنتهي في شهر 3 ده اخر الكورسات فيه. وحاجه بتاع ادفوكيشنال تريننج دي شغالين فيها الان، وعامل متواصل، يعني جد الواحد فخور جدا بالمنظمه دي والناس. انا ما اشتغلت حاجه يعني صراحه، ما كنت في المكتب التنفيذي، الناس اللي مسكوا المكتب التنفيذي هم اصلا الناس اللي بدوا في بدايه المبادره دي، الان حاملينها على كتوفهم، بياخذوا من زمانهم بصوره تطوع رهيب جدا واخلاص، وبيشوفوا بذره العمل بتاعهم. فمن الحته دي انا بحييهم، واسال الله انه يعني يثمن عملهم ده كله بالنجاح. دي الوزارة طبعا الكلام فيها حيطول، أنا غايته شايف يا دكتور ياسين إذا أنا حواصل بالطريقة دي حسيت دي ساعتين، من الساعة 7 حسيت يعني حسيت دي ساعتين صح ولا كم؟ لا يا دوب دي ساعة، يا دوب ساعة واحدة. أي أنا ماشي سريع يعني كويس. ما أقدر أقول هناك. طيب أسألني
لا يعني كويس جدا، بس انت وريتنا الطريقه بتاعت الاختيار، ودي حاجه مهمه جدا جدا. يعني نحن دايرين نعرف انه الاختيار للحكومه الانتقاليه كان بيتم كيف، ويعني ده اكد لي حاجه واحده، انه الاختيار تم بصوره بتاعت يعني صوره ما 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 صوره بتاعت ما صوره سياسيه، يعني ما بطريقه سياسيه انه والله بنعرف مثلا في الان ده جيبوا لنا خدتوا لنا، فكان انه الرجل المناسب في المكان المناسب. اتخيل لي دي الحته اللي خلتك البدايه تكون صح، لو بتتفق معايا يا باشمهندس. انا والله اقول لك يعني يعني دكتور حسن عبد العاطي الله يرحمه ما يعني كان زول براجماتيك، زول عملي وما بينظر لمساله الحزبيه دي. وانا ما عاوز اعمم، لكن لو جاز لي اني اعمم، الناس اللي في القوى المدنيه المجموعه بتاع حسن عبد العاطي دي كلهم كانوا بيفكروا بهذه الطريقه وكانوا مؤمنين. وبيأكد على الحاجة دي، أنا يعني بس بقول إنه بيأكد على الحاجة دي إنهم أصدروا قرار، بتذكر لما حمدوه كان عاوز يعمل المحاصصة، ولما تأكدوا إنه التوجه إلى تغيير الحكومة إلى حكومة محاصصات أعلنوا انفصالهم من العملية السياسية، لأنهم كانوا ضد المسألة، لأنه عارفين إنه الانتقال من حكومة كفاءات مستقلة إلى كفاءات وطنيه عشان يدخلوا بيها بقصص المحاصصه دي، غيروا قلب المستقل لوطنيه عشان يدخلوا، دي حتعجل من فشل الثوره. وده توافق تماما مع رساله انا كان كتبتها مع حمدوك، لحمدوك في الرساله دي انا صورتها في ده بالمناسبه لحد النقطه دي، شايفين الصفحه دي مش كده؟ نعم. ده بدايه كتاب لسه ما انتهى، سميته الضوء داخل النفق. الكتاب ده فيه تجربة عام كوزير دولة، التحول الحرج للمهنية السياسية. الكلام الأول المكتوب ده هي جزء من رسالة حطيتها لدكتور حمدوك، قلت فيها إذا بتسمح لي أقرأ. إنما نخشاه في معرض خيارات الوزراء الجدد أن ينكفئ على المحاصصات، فيبقى الولاء للجهات والجهويات، لا لرأب الفجوات ولا لاستمرار البناء على برامج الوزارات ولا للاستعداد لمرحلة ما بعد الاندماج مع المجتمع الدولي. أنتم المنوط بكم الدور الأساسي في وقف الردة الفكرية والسياسية بحزم وقوة مستمدة من أصحاب الأمانة. يعني أنت المسؤول، أنت المنوط بك الدور الأساسي في وقف الردة الفكرية دي. الردة الفكرية دي ما هي مسألة الطائفية والتغول على المصلحة العامة. ونستذكر عشمنا جميعا لا في رضا الأحياء، بل ذلكم الشهيد الذي وقف على الحق عالي السطح آملا في إسقاط القنوط والإحباط المتجذر في أطراف قلب الوطن. الرسالة هي ما أطول من كذا، يمكن تكون بس دبل الكلام ده، لكن فيها بمعنى أنك حتعجل بفشل الثورة. وده اللي حصل تماما يعني. أنا لو ما أخاف الكذب، أنا عملت سكرين شوت للرسالة تحت. أعتقد أنها لا ما هي، أيوة 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 هذه دي هي الرسالة، دي هي الرسالة، دي صورة من الرسالة اللي وجهتها له. الكلام ده بتاريخ 21/1. أي وهو ده الكلام قبل 9 شهور من الانقلاب. وبالبوط خطيت لك قلت له سنعجل بانهيار الثورة إذا قبلنا بالمحاصصات مقابل الكفاءات، ولا ينبغي المضي خطوة تعيدنا إلى ماضي قبل البغيض. كويس. المرحلة القادمة، أيوة بعدين ذكرت له هنا، أنا برضو ما عاوز، وهو متأكد يعني أنا ما كان عندي رغبة أصلا إنه أستمر لسبب بسيط، مش لأنه أنا زهقت ولا كذا، أنا أصلا ما شاعر إنه أنا المفروض أكون وزير مكلف، لأنه الوزير في المرحلة دي، في المرحلة الأولى دي ما فيها قروش، عاوز لها باش كاتب أكثر، زول ينظم الشغل، يعمل فلترة للحياة الموجودة. صح. كويس. فالحته دي لانه اصلا طريقتي يعني في العمل اصلا تنظيم الحاجات وارشفتها، فمن خلال العمل ده وتدريب كل ناس الوزاره على المساله دي قدرنا نطلع سريع جدا في خلال 2 شهر برؤيه، وحددنا المشاريع بتاعتنا. حتى في مشاريع كثيره جدا كان وزراء الانقاذ نفسهم لقيناها انها والله كويسه، في حاجات كثيره ما كويسه وقفناها، اما الحاجات الكويسه مثلا زي الاتفاقيه بتاعت الوابورات دي مشينا فيها، بتاعت السكه حديد
دي كان عملها مكاوي. مكاوي بالمناسبه عمل حاجات كثيره جدا كويسه، هو زول تالنتد جدا جدا كويس. ودي من الحاجات اللي مشت لقدام. المرحله اللي بتجي فيها القروش بعدك ده ما استثمار، داير لك انت وزير كويس، داير لك وزير عنده مكنه بتاعت بيزنس مان، زول كوربريت ليفل، زول ما بيخاف التفاوض، زول يعني ما 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 عنده مشكله في انه يشوف ارقام بتاعت مليارات ويتخلع. وديل ديل ناس موجودين يعني عندنا سودانيين بهذه المواصفات، واديته السي في هات بتاعت، اديته السي في هات بتاعت ثلاثه ناس كوربريت ليفل، ناس عندهم خبره في البنى التحتيه والنقل وشغالين في دول العالم بيديروا مؤسسات ضخمه جدا جدا. وجيته في الاجتماع في البيت يعني كان معانا باقي الوزراء في المده دي ذاتها، قلت له يا اخي ديل الوزراء اللي انت المفروض تشغلهم في المرحله الجايه، مرحله ما بعد باريس، ديل بيعرفوا كيف يتخاطبوا مع المجتمع الدولي، يشتغلوا بيزنس كوربريت ليفل. فقلت له دي مرحله زي ما تقدر تقرا هنا في الرساله، مرحله نحتاج فيها وزراء اشبه برجال الاعمال بمن لهم الخبره في جذب وعقد شراكات مع المؤسسات الضخمه، الامر الذي نفتقده في قياده الوزارات مثل وزاره البنيه التحتيه والنقل، حددت لها حتى وزارتنا دي وهكذا. طبعا بعدك يوم 28/1 وقبوله، اذا كان بتتذكر كان في حاجه اسمها مجلس شنو كده معارف المشترك اللي ايوه، ديل مجموعه من سلام من سلام جوبا تكونت وبقت موضوع ما بين السيادي وما بين الحكومه المدنيه او مجلس الوزراء، هي فرضت مساله المحاصصه دي، وافق عليها يوم الخميس ده ذاته، وافق على الليسته دي رغم انه هو كان وعدنا في رساله كان انا ما خطيتها هنا، هي كان محضر اجتماع ما بين الوزراء وما بين حمدوك في بيته، كان قال انا لن اقبل باي وزراء دون الكفاءه، واذا فرضوا علي انا حاستقيل. وانا كلنا سمعنا الكلام ده في الاعلام، وسمعنا الكلام ده انه يعني دكتور حمدوك ما حيجيب الا كفاءات، وهو ذاته قبل كده قال الكلام ده انه اي لسته بتتقدم لي من كل الجهات انا بشوف احسن ثلاثه في احسن واحد فيهم. المهم يعني كان يعني طموحات كثيره جدا جدا يعني. ايوه فدي كانت نهايه الفتره. ايوه ده المحضر، ده المحضر بتاع الاجتماع. انا كتبت المحضر ده، ده يوم 26 يناير قبل يومين بس من قبوله باللسته. وفيها يعني انا بس حقدر اقول، ما تقول انا ما قاعد اهاجم فيه، لكن انا ما قاعد في محله، لكن بقول انه كان في وعد بحاجه معينه ولم اتفقنا مع الرئيس على حتميه اتباع معايير الكفاءه لقياده الوزارات الفتره القادمه في مرحله الانفتاح على المجتمع الدولي، وصرح الدكتور حمادي على الاستقاله فورا في حاله عدم الايفاء بمعايير الكفاءه. ده كان ده الاتفاق بتاعنا هنا ده، وعليه طبعا ما وجدت خيار الا انه الواحد يستقيل يعني تماما، مش من منصب وزير بس، وانما مش التكليف يعني، حتى من منصب وزير دوله. ودي الحاجه اللي خلتني انه انا ما حقدر استمر في حاجه زي دي. دي بعض الصور من الفتره دي. دي جلسه بعد يعني انتهاء الفتره الانتقاليه وبعد الانقلاب، كان مع المهندس خيري وزير الطاقه السابق، وياسر عباس وزير الري، وكان معانا استاذ فيصل صالح. الولايات طبعا كان لها زيارات خاصه، ده كان شرق السودان مع الوالي الباشمهندس عبد الله شنقراب، وهنا معنا اداره الجمارك. ده طبعا كان قضيت لي اسبوعين في بور السودان دي، يعني اسبوعين جميله جدا جدا. منا كان في زياره مفاجئه للمينا الساعه 2 صباحا عشان نشوف الوعدونا به ولا الجمارك حكون صاحيين ولا لا، وطلعوا ما صاحيين وفي ذلك، لكن رجعوا لانه احنا كنا عايزين نشتغل ثلاثه ورديات، كان في تكدس. طبعا بور السودان دي انا بعتبر انه كان يعني عدم معرفه بالواقع بتاع بور السودان، اتعلمت ذا هارد واي زي ما بقول. لكن الحاجه الكويسه انه ما حصل اي توقف للعمل او اضراب في الفتره اللي انا كنت قاعد فيها، يعني حتى كان اي احتدام معاهم كنت بتراجع فورا، لانه بزلت انه تجيف المينا دي كان حتى لو الواحد يعتذر ويتنازل عن بعض القرارات ما هو مشكله، المهم انه المينا ميت. الله يرحمه ده والي النيل الازرق
الله يرحمه توفى في حادث حركة بعد اللقاء ده بفترة بسيطة. دينا تعبرة، دينا تعبرة وعيونه تشع حب للسكة حديد، يعني أنا ما لقيت لي نقابة تحب العمل بتاعها مثل نقابة السكة حديد أبدا. يعني العلاقات الخارجية أثيوبيا الأمريكان طلعنا منهم بحاجة كويسة، اللي هي ناس الإكزيت بانك اللي ولأول مرة خلوا شورت ليستد من المشاريع بتاعتهم هي مشاريع النقل في السودان، بعد ما احنا عملناهم يعني ملف كامل عن النقل في السودان والبوتنشال بتاعه. ده تصنيع القطارات البابورات الجديده، 30 بابور اتصنعوا والان استلمناهم كلهم في السودان. دي صوره سنه 1972 كان في مصانع في عبره للسبيرات وكده، حس احنا لانه المصانع تهالكت عملنا شراكه مع الصناعات الدفاعيه وبقت تصنع لنا كثير جدا من السبيرات دي. زي ما قلت لك مساله النجاح دي في بدايه الحديث، النجاح ده ما نسبي، ودي واحده من الجرايد تكلمت يعني عن الفتره اللي فاتت. النجاح ده انا بقول انه اكبر نجاح احنا حققناه، الفشل كثير يعني، لكن ده نتكلم عن النجاح. النجاح اللي احنا حققناه هو نجاح نقل التجربة ريال تايم للشعب السوداني عبر الوسائط. يعني كان الشعب السوداني عارفني احنا كوزارة رؤيتنا شنو اول باول، يعني احنا عندنا محضر اجتماعات ثاني يوم بيكون 12، عندنا مشروع دارين ننفذه ثاني يوم 12، فالناس كانوا مواكبين وكانوا شاكرين للمواكبة دي. فانا اعتقد ان اذا كان هناك نجاح هو نجاح في نقل التحدي كان موجود للعالم، لانه الفكرة أساساً شنو؟ الفكرة أساساً إنك قاعد تخدم في الناس، هم الأونر، أنت موظف عندهم لازم تديهم يعني. فده طبعاً ده طبعاً يا باشمهندس، إحنا قبل كده استضفنا البنات الشغالات معاك اللي هم أستاذة عزجة تقريباً وأستاذة رشا وباشمهندس رشا، استضفناهن ويعني تكلموا لنا بشفافية ويتكلموا لنا عن وراء الكواليس في الوزارة والشغل مع باشمهندس هاشم بن عوف. فيعني كانت يعني شهادات جميلة بنحتز بها جدا، وبنحتز بكل حاجة انت قدمتها في الفترة القصيرة دي، ونكون نحن كان عشمنا كبير يعني في انه الفترة الانتقالية كانت تتم بسلاسة، والناس تشتغل تقدم اللي عندها، وبعد ذاك يمشوا ويجوا ناس تانيين يقدموا اللي عندهم، والبلد تمشي لقدام يعني. لكن ضيق الأفق والنظرة النظرة الأحادية للكرسي، فهي دي دخلتنا في المتاهات دي يعني. حتى يعني أنا كمواطن سوداني يعني بلوم، يعني أنا بلوم 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 البرهان، بلوم حميتي، بلوم الحركات المسلحة كلها، بلوم حمدوك يعني دكتور حمدوك يعني، لأنه يعني بالنسبة لي بشوفه إنه شخصية ضعيفة يعني، ما قدر الطموحات أو الحاجات اللي هو قالها يعني. يعني لو كان مشت كان إحنا على الأقل يعني حسينا بنوع من النوع من الأمان يعني. فللأسف يعني كانت والله تجربة اخي بالنسبة لنا شوف، قاسية جدا جدا انا في يعني. الحته دي يا دكتور ياسين انا ما بقدر الوم، يعني ما يعني انا في اوقات معينه ممكن اكون بنفسي طريقتك دي، لكن ديك لانه بكون في مود معين. لكن بعد ما طلعنا من الحكومه يعني اثناء ما احنا قاعدين، يا اخي ليه دكتور حمود ما استشارنا في الحاله الفلانيه؟ يا اخي ليه هو ما كلمنا على الحاجة؟ ليه يا اخي ينصاع الحاله دي؟ ردت فعل لحظيه. لكن لما تكتشف انه الجانب الاخر من الشر بمكان ومن القدس بمكان، بتقول يا أخي لإنسان ما متوقع هذا المقياس من الشر ومن كل الاتجاهات، يعني الشر ده جاءه من كل الاتجاهات، من الحاضنة السياسية جاءه، من الشريك الخان الوثيقة معه، تمام؟ ف يعني غير محيط تخد نفسك في محله، حتلقى انك انت بتفتكر انك انت حتعمل احسن منه، لكن يو نيفر نو انتل ما تكون في المكانه دي. العاوز اقوله يا اخي، يا اخي يعني انا الى الان يعني يا اخي متالم، وزي ما الشعب السوداني كله متالم يا اخي. ما معقوله يعني انت تكون مسؤول على امه سودانيه تعطل مصالحها بهذه، يعني انا بتكلم حسب الناس المتسلطين في السودان، ما حكام هم متسلطين عنوة على رقاب الشعب السوداني ويبيعوا في خيراته
بكل وضوح يعني حسي الحائل المكشوفة عن باغنر وخوضة في الذهب بتاع السودان ده يا أخي مش حاجة مؤلمة جدا؟ نعم. انت بتعمل كده، انت بتعمل كده ليه يعني؟ انت مهما كان يا اخوان يعني جد، انت يا اخي انت رجل سوداني وتعلمنا على الأمانة والمروءة والشهامة وده كان تصورنا على من هو السوداني إلى أمد بعيد جدا جدا. أنا صراحة يعني صدمتي الأساسية في هذه الشخصية السودانية اللي كانت في الذهن، ولما دخلنا الحكومة دي عرفنا إنه في ناس بيفكروا بطريقة بعيد جدا عن الأخلاق السودانية، وأنهم كتار، الناس ما بسيطين يعني، الناس دي طبقة وراء طبقة وراء طبقة. نعم. ودي الحقيقة بتحيرني يعني إلى الآن مستغرب كيف يكون هؤلاء الناس هم بشر سودانيين، يعني بشر زي سودانيين، مش بشر عاديين، لا بشر سودانيين. هل معقول يا أخي السوداني يتعامل بهذه الطريقة؟ يقتل ويشرد ويسرق ويتآمر على ثروات البلد، وإنت عارف نفسك إنك لا قدر لك في الحكم وتصر على إنك تحكم بدل ما تخليها لناسك. فانا دي بالنسبه لي هي انت عارف يا 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 باشمهندس، انت لميست عصب يعني حساس جدا جدا. انا صراحه يعني ايوه، انا بلوم الزول الحاكم ده وبحمله كل الشيء اللي بيعمله ده، لكن في حاجه مهمه جدا جدا اللي هي الحته بتاعت البطانه، الناس اللي حواليك، الناس المستشارين لك. يعني الى هذه اللحظه بيجيك واحد عنده لسان وشفتين يجي يقول لك والله يا اخي نحن دايرين العساكر، نحن والله دايرين حميتين، نحن والله دايرين غحت كويس. انا شخصيا لا استثني فيهم احد، يعني لو كانت غحت، لو كانت العساكر، لو كان الكيزان، لو كان يعني اخذوا يعني خلاص، انتوا جربتوا كل شيء، خليك من الحته بتاعت القتل وكده، دي ربنا سبحانه وتعالى ما حيخليكم بها، لكن انت جربت كل شيء خلاص خليها. يعني ناس اذا انا في البيت ده لما اكون مع والدي دي جربت كل حاجه، بعدها خلاص بخليه وبقيف بقول له خلاص اعملها انت، لانه خلاص انا فيني كملت. فيعني وبعدين يعني انت عمرك ده كانسان، كبرهان، كبشير، كاي واحد، عمرك ده ما حتكون كم، يعني اكثر من 100 سنه، حتعيش اكثر من 100 سنه، بعدين حتمشي وين؟ حتمشي لعذاب سرمدي او لحياه أيوة. سرمديه يعني. بعد ذلك يا اخي يعني اذا كان هناك دعوه للناس دي، اي ناس يعني، وفيه الخير طبعا موجود، يعني في بعض الناس هم قاصدين الخير وعاوزين يصروه، رسالتي اذا كان بتصل يعني ورسالتكم جميعا يعني، انه يا اخي قد خافوا الله في الشعب السوداني، خافوا الله في الشعب السوداني، وخلوا الحاجه دي للناس اللي بتعرف ليها، ما فلان ولا علان، اي زول بيعرف الشغلانه دي يمشي. خطتكم الاولى كانت ماشيه صح، انه الفتره الانتقاليه ما يكونوا فيها احزاب لانه حيتشاكسوا بطبيعته، خلوها يا اخواننا للمهنيين، لناس متخصصين، لكفاءات مستقله، واصوا على هذا النسق سنه، سنه ونص، سنتين، دي ما مهمه المده، مهمه الفكره والالتزام بها. الحاجه الثانيه يعني انا ما بفهم في السياسه صراحه، يعني حسي كلامي ده حيكون كلام في الهوى ساكن، لكن المجموعات المسلحه او المسلحه دي وجودهم في الحكم حسي، انا ما طبعا انا بتكلم معاك ما عندي اي خلفيه سياسيه ولا عندي رغبه في المواصله سياسيا نهائيا يعني، وقلتها قبل كده في محاضره، ما عندي اي رغبه او طموح ان ادخل في السياسه ثاني، لكن المجموعات المسلحه دي الفهم شنو في وجودهم في السلطة حاليا؟ الليلة ما في المجموعة بتاعت البشير دي ما فاتت، انتوا بتحاربوا في المحسن يعني، أنا صراحة ما قادر اقتنع 100% في وجودهم. عاوزين يا إخوانا نقية بيضاء، حكومة انتقالية بتاعت كفاءات، العساكر محمولين البرد وخلوا الفوضى الفارغة دي، بكل بساطة ما عاوزين أي نقة أو فلسفة تانية. الناس دي لو ما اقتنعت بالحته دي ما حنقدر نمشي ليه قدام، والمناكفه دي لو استمرت البلد دي حتنتهي بكل بساطه، واصف في مناكفتكم البلد حتنتهي. دارين تخدوا سلاح ارضا سلاح ده وتهدوا البلد دي تدوها لناس اللي يفهموها كان وبها، خلاف كده اي عمليه في النص كلام فارغ ساكت، ده انا رايي الشخصي يعني. فعلا يعني انا ذاتي انا بتفق معك في نفس الراي، وده الشيء اللي خلانا ذاته نحن في البدايه نفرح لما جاء حكومه دكتور حمدوك
يعني وقالوا انه كفاءات وكذا، فرحنا والله صراحه يعني. وبعدها شفنا اسماء يعني جات للوزاره، من ضمنهم باشمهندس شاب هاشم نعوف، قلنا خلاص معناه نازل ماشيين كويس جدا يعني. بعد ذاك اختلط حبل السياسه بنابل الشخصيه السودانيه، وولد لنا هذا النسخ يا دكتور المشوه. ياسين، انا حسي نعم اسالك سؤال. انت حسي عدي وكثير جدا من زملائك اولادهم دي المربيين وين؟ برا السودان. نعم نحن فقدنا اولادنا، فقدوا الهويه السودانيه. صح صح فقدناها ليه؟ عشان في ناس بتخوض فساد في الارض. نعم ده يا اخواننا ما حرام. يعني انت لما انا احسي اولادي دي لا يعرفوا لغتهم سودانيين ولا ما سودانيين. احنا هو وريناك صور البلي ولعبنا في الشجر وطلعنا في النخل وعضينا الغنم وسكان الكلب، دي كلها خلتنا ارتباطنا بالسودان ارتباط ادماني. يعني مدمنين حب السودان، مدمنين حب السودان من شماله الى جنوبه. يعني انا والله العظيم ثلاثه الى يوم الليله لما القى جنوبي في اي مطار من المطارات بمشي بقاله، لانه يعني انا اتربينا سوا في الحله، لعبنا كور، قرينا في الجامعه. يعني دي العلاقه الوجدانيه دي بتخلق هويه البني ادم. لما انت تسلبه من انسان، تسلب منه هويته، اخي ده والله يعني ما زي القتل واحد. صح انا حسي يعني ده جزء من البيرسوناليتي يا اخي. انت عارف انا بس اختم لك بحاجه صغيره جدا جدا. انت عارف في امريكا دي ما انت احنا بنعتبر انه افريكان امريكانز، اما يشوفوك كده يقولوا زول ده بلاك، صح؟ وبيتعاملوا معاك بهذا الحذر. انا في واحده اخر شركه اشتغلت فيها اسمها شوب، أنا البلاك الوحيد مما أنشئت هذه الشركة. فأول أسبوع ده لما يعملوا اجتماع، لأنه أنا واحد جديد، بينسوا يدعوني. فبعد الاجتماع بيجروا علي يقول لي يا أخي we are very sorry يا مستر سوليمان، يعني we did not mean anything، لكن إحنا بس نسينا أن ندعيك. أقول في الأول في الأول الكلام ما في مشكلة. ثاني مرة لما كرروا قلت لهم خلاص هنا، أنتوا أنا متحسس. يعني أنا قلت لهم أنا ما أفريكان أمريكان، I am Sudanese American. فدي فرق كبير. قلت انا ما شاعر بان انا مختلف، يعني شاعر انكم انتوا الغريبين مش انا الغريب فيكم. ف واحد ثاني حكى لي يعني الله يطراه بالخير، طارق منور. طارق منور ده من الشباب السودانيين متميزين جدا، كان بيعمل دكتوراه في الاستراكشر في جامعه كولومبيا ذاتها عن استخدام الريسايكل بتاع القزاز بدل الاجريجيت. قال كان الأفارقة عاملين يونيون افريكان امريكان او افريكانز في امريكا، الطلبه الافريكانز بيجتمعوا كل شهر زي رابطه كده. فبيمشوا يجتمعوا في كل مره في ولايه. نزلوا في فندق فقال صح الصباح الساعه 6 الصباح لقى ليك الافريكان امريكان ده افريكان امريكان يعني ابا عن جد يعني قاعد امريكا واقف قدام المرايه وهو يا دوب صحى طارق ده سحب عين ليك للراجل ده قدام المرايه بيقول I am black but I am beautiful. I am black but I am beautiful. بيكرر في الحتة دي. أنا أسود ولكني جميل. أنا أسود ولكني جميل. اللي من انتهى من الشغلانة قال لي مشكلتك شنو يا أبو الشباب؟ قال لي أنا بقول كده ده عشان يعني أزيد ثقتي في نفسي يعني. سيلف استيم. فطارق ده قال لا حول يا خلينا نازل الداخل فيهم عميق شديد. صح. يعني المشكلة الداخلين فيها دي عميق، بس في الاستعباد لمدة 300 سنة ما ذنبهم. لكن احنا مختلفين الهويه يا اخواننا. انت لما يكون ولدك عنده هويته، عارف روحه همنه وبيظهر في منه، والناس اللي قاعدوا في البلد دي منه من ايام المهدي اللي حس سعدي عملوا شنو للبلد دي، ما بيخد في باله انه ضعيف نهائيا. حتى هو لو في جسمه ده ضعيف بيكون عارف الاثم بتاعه. الحاجه دي يا اخواننا نحن بنعاني في زرعها في اولادنا. اللغه والهويه صعب انك تغذيها. اللغه دي ممكن اعلمه، لكن الهوية ده دخل له كيف؟ صح. إذا ما السودان بدأنا نصلح، فيا أخي خلوا بيننا وبين سوداننا يا أخي، أطلعوا يا أخي خلونا يا أخي نبني هذا البلد. وبناية هذا البلد يا دكتور ياسين ويا دكتور أنور يا دكتور أحمد، والله من صعب، من أسهل ما يكون أن تبني هذا البلد، من أسهل ما يكون. لأنه يا أخي ليس فاقد الثروات، موجود الثروات. خلوا السرقة وخلوا التهريب وخلوا الخيانة، البلد تمشي بكرة دي تتصلح. لكن يخلوها كيف؟ وانت كيف تتخيل انه في كميه من الشر في السودان بهذه الصوره؟ انا دي حاجه غايته دي اكثر قلعه كرهتها. نعم، طيب بروف سعاد اتفضلي. اهلا بكم، شكرا يا هاشم على السلام اللي قلتولنا ده. بدي شباب امل كبير انه لا يصح
إلا صحيح. إنه الزول لما يمسك درب صار بصوت يعني في النهاية. يعني أنت ما سكيت الوزارة ولا سكيت السياسة ولا سكيت، لكن التراك الأخذته في حياتك وصلك في النهاية لموقع اتخاذ القرار ونفسه طموحك وأحلامك كده. في الحقيقة تدي الشباب أمل، وإحنا هسه شنو همنا هو الشباب. الحاجة اللي أنا عايزة أعلق على الكلام اللي قلتوه عن الشر، عن قوة الشر في السودان. أنت عارفين إحنا قوة الشر دي عملت فينا معروف كبير جدا ما بنقدر نجازيهم عليه. عارفين المعروف شنو؟ إنه خلقوا لنا الشباب ديلا الفيليجان المقاومة، زي الشاب اللي وقف قدام الدولة ضرب وقتلوا ده وقال له اسمع انت لو ضربتني هتكون غلطان هتتحاسب، كويس؟ فالناس ديلا الكلاريتي عندهم واضحة جدا جدا، لدرجة انه بيقول للزول اللي قتله انت هتغلط، كويس؟ ده النتيجة للشر يا هاشم. الشباب الحلوين ديلا اللي هم مستقبل السودان عندهم ديلا اتخلقوا نتيجة لشر عمر البشير ولشر الموجودين حاليا وفي مواجهتهم ليهم بمزيد من الشر ومزيد من القتل ومزيد من العدوان. ديل اتخلقت الروح الجميلة الطيبة الحس احنا املنا انها تبني السودان، واحنا مطمئنين لانه الناس الاشرار ديل كلهم حينتهوا. هيظلوا منه؟ هيظلوا الشباب النقيين ديل، الشباب الامور واضحة ليهم. عشان كده احنا ما نفقد الامل، احنا نكون متفائلين ونبني عليهم هم. وبس انا حبيت اقول لكم الكلام. شكرا يا شكرا دكتوره. يا يا اخي حاج، ابدعت لما ابتعتنا. انت يعني شوفي، انا بحب حاجه جدا في دكتوره سعاد، انها دائما متفائله، يعني دائما متفائله، ودي دي دي, دي المفروض يحصل. يعني هو فعلا انا بقول لك انه في كثير جدا من الناس بيشوفوا الامل في بعض الامثله من الثوره دي، ما طلعت فيها مدارس بتاعت امل من منطقه الاغتصاب دي، يعني اخرجت خير ما في السودان، كانت اقرب الى الارض الفاضله، عايشناها في كل الحياه اللي اتوسخت وكل الناس صوروها وكده. الحاجه اللي بتألم، وانا عارف انت ما بتحبي النظره المتشائمه دي، ما نظره متشائمه، لكن دي حقيقه، بس انا بس عاوز اتجاوزها انا شخصيا وكثير من الناس. المناظر بتاعت القتل بتاعت الشباب اليافع دي حاجه مستحيل نقدر نتجاوزها. انا شخصيا يعني الى درجه انه بنادي، ما عارف ده عشان السن بعد ده كبرت ولا شنو، انه يا اخي الناس ما تطلع تواجه الموت. خساره 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 انه طلقه من شخص تافه تقتل لها انسان بهذا الجمال. يعني انا بس بنادي وبناشد ان يا اخواننا تعال نبتكر طرق لا تعرض الناس للموت، لانه القيمه الانسانيه اكبر كثير جدا من طلقه تافهه، ودي ما لها تفسير. صح، كيف نعمل الحاجة دي؟ أنا ما عندي لها إجابة، لكن على الأقل نوقف نزيف الدم بقدر المستطاع، لأنه ما بتستاهل إنك تفقد روحك. أنا عارف تستاهل إنك تفقد للوطن، لكن يا أخي أنت ده الشخص اللي طلعته نظيف وإحنا حسي مؤمنين عليك، يا أخي ده أنا حافظ على حياتك دي، لأنه حياتك دي هي المستقبل، ما أنا ولا فلان ولا دكتورة سعاد ولا فلان، لا أنت الأمل يا أخي، عمرك 17 سنة، أنت الأمل، حافظ على حياتك، خلي جذوة الحق عندك موجودة، لكن حافظ عليها لأنها غالية، لأن السودان ذاته بيحتاج ليها. ما عارف الحل شنو، لكن يا أخي لا تخسر حياتك، لا تخسر حياتك، دي رسالتي. نعم، ما يسمع كلامك يا هاشم، ما يسمع كلامك، لأنه هم تفكيرهم مختلف مننا احنا، صحيح، هم هويتهم مختلفة مننا، هم يتميزوا علينا ومشوا قدامنا كثير، ما بنقدر احنا نستوعب فهمه. انا ليلة اتصلوا بي اثنين، واحدة عمرها 23 سنة وواحد عمره 18 سنة، عايزين يعملوا مكتبة رقمية لكل البحوث السودانية اللي اتعملت في الجامعات في المراكز البحثية دي. اللي يقولوا لهم شنو؟ الشاب المبرمج عمره 18 سنة وصاحبة الفكرة عمره 23 سنة، نعمل فيهم شنو؟ زيت ناكلهم ولا نحن؟ والله فليه يعني الشباب دي لهم ما تطلعوا؟ هم حيطلعوا،
هيطلعوا لنا عارفين الصورة يا اخي. الابوه دفنه، الابو ايوه الدفن الشعب ده، ها دفنه، قال انا عايز يموت، عايز يموت. فتاني هيمنعهم شنو من ايمان؟ ما هنقدر نمنعهم، لكن كل الاثار ده هيطلع لهم وهيسجد لهم وهيطير في 60 داهية تاخد. ديك العافية يا بروف. أحمد تفضل يا أحمد. السلام عليكم. أحمد الساعة عندك كم سنت الآن؟ أنا الساعة تقريبا 4 صباحا. 4 صباحا في كوريا، تفضل. أول حاجة طبعا عشان مستمتع شديد، فزي ما بيقولوا سرحان مع بتخيل في الأحداث، بتخيل في حياة كثيرة شديد. أنا كان طبعا عندي لقاء مع دكتور هاشم العفوي، كان وزير، احتمال ما يكون متذكره لكن أحاول أذكره. كان في عرض لخريطة الأساس الرقمية معي دكتور عادل السنار ربنا يرحمه، ايوه فكان عرضنا لك مشروع خريطة الأساس الرقمية لو متذكر. أنا كنت واحد من الديفلوبر في المشروع في الوقت ده، فكان من المشاريع أنا متخيلة أو مش متخيلة، أنا متأكد من أنها هتكون عمود فقري لكل المشاريع، لكن للأسف طبعا يعني أنت زي ما بيقولوا قاعد في المطبخ بتاع اتخاذ القرار، فعارف الوصفات اللي قاعدة خلف الكواليس كلها، فما عارف. لكن ده نزلت من جانب أنا جيت قلت واحد من متخذين القرار، رأيك شنو في فكرة المشروع؟ هل هي بتنجح ولا أول المعيقات لها كانت شنو في الوقت ده؟ طيب طبعا هذا حديث زي ما بيقولوا ذو شجون. مسألة الخارطة الرقمية دي من أول الحاجات في الوزارة عرفنا إنها ناقصة، إنه إحنا ما عندنا جي أي إس ديبارتمنت في الوزارة. الوزارة دي يا أخوانا فيها 13 وحدة، 7 وحدات بتاعت نقل الصرف وباقي الوحدات تنمية عمرانية وكده ومعابر وإلى آخره. الـ7 بتاعت النقل دي لابد انك تعمل ليها statistics visual، يعني جي اي اس. الجي اي اس عباره عن احصاء لكنها visual، بتخطها على ماب عشان تقدر تخط اللايرز دي كلها فوق بعض وتقدر تتخذ قرار. الهدف من الجي اي اس مش انك بس تجمع المعلومات، لا، تجمع المعلومات وتعمل لها اوتوميشن للاناليسيس وتقدر تعمل عليها، تبقى هي decision system. فاتأسس هذا المكتب أو القسم عبر 2 من مهندسين النمذجة بتاعت الجي اي اس، دكتور هشام عبد الماجد وباشمهندس نزار النور، واخذنا فند من يو اس ايد ب 32,000 دولار. جبنا فيه سيرفرات ضخمه، ومن الوزارة نفسها طلعنا فند بتاع أجهزة وتأسس، ودربنا الوحدات بتاعت النقل جميعا لمدة 7 شهور على أنهم كيف يرسموا خارطة بيز لكله بمسائل النقل ويتخطط كل الله يرزق فوق بعض. ومشينا مرحلة بعدية، اتصلنا بياسر عباس وقلنا له يا اخي احنا عاوزين نتعاون معاك في مشاريع، ادونا البيز ماب بتاعت الري لانه احنا عاوزين نعمل مشروع مع بعض. وهو ياسر عباس تحمس البروف وجاب المختصين الهولنديين حيشرفوا على المشروع ده، وسميناه رودز فور ووتر. نحن نستفيد من بالشارع بتاعنا انه نحجز المويه ما تكسر لنا الشارع، وهم يحصدوا المياه للزراعه وللري. فالمشروع ده مشى بصورة، كان ماشي بالخطة المخطوطة له، إلى أن جاء المحاصصة واتقسمت للوزارتين، وللأسف يعني أخليت الأجهزة لأنه كان عاوز يستخدم الوكيل بتاع الوزارة الثانية، اتقسمت للوزارتين وسارعوا القسم بتاع الاي تي في الوزارة بالحفاظ على السيرفرات الغالية دي، وخدتوها في مكان آمن مكيف. المشروع ده لازم يرجع، ولازم يكون في جي اي اس، ولازم تحصل خارطة موحدة في البنى التحتية والأساسية كلها في السودان، وإلا هنهدر كثير جدا من المشاريع اللي ممكن تعرفها لما تخط اللايرز فوق بعض. بدل ما أنت تصرف ليك 3 مشاريع كل واحد وحدة براه
ويكون شغال في ازمنه مختلفه، انت بتقدر بالخارطه دي تعرف وين تقدر توفر القروش وتوحد الميزانيه بتاعت المشاريع. فالمشروع ده الان في الوزاره دي ما في، لكن في وزاره الدفاع قسم المساحه طبعا موجود، والسيناري رحمه الله عليه اسس الوحده دي واشتغلوا فيها خيره الشباب. طبعا احنا كنا عاوزين نستفيد من كل هذه المعلومات عشان نتخذ قرار في مشاريع البنى التحتيه والنقل والري والكهرباء والى اخره. هذا المشروع الكويس انه القسم بتاع المساحه محافظ على اللايرز بتاعته ابديتد، لكن ما كفايه، احنا لازم نفعله عشان يكون ديسيجن ميكنج. يا دكتور احمد عرفتها، فكون انه كوننا المجموعات لازم نستفيد منها اللايرز بتاعته. عرفت كلامي؟ اكيد طبعا. يلا انا المشكله الحقيقيه صراحه انا طبعا شغال في المساحه. ايوه انا شغال في المساحه ومن الناس اللي شغالين في المشروع. فمشكله بتاعتنا اللي كانت واجهتنا فهي تقريبا المشكله بتاعت انه بعد ما نمشي لمتخذ القرار وبتقول اوكي واي حاجه، لكن الاكشن بعدها ما بيحصل في ارض الواقع. فهي البيز ماب اكيد طبعا ما بتشتغل الا وقت تكون كل الناس شغاله عليها. هي ذاتها بحد ذاتها هي يعني بلاتفورم، بلاتفورم بدون كل الكوميونتي يكون قاعد جواه فما حيكون منه الفوائد العظم يعني المرجوه منه. فعشان يقدر يشكل الويزدم النظام يعني يقدر يولد الحكمه بتاعت اداره الموارد المتعلقه بسطح الارض. طيب انا يا انا طبعا المشروع ده انا بنظر له بس النظره ما نظره المساحه، نظرتي هي نظره النقل وشارع النقل والبنى التحتيه. كويس، هو طبعا تطبيقاته لا منتهيه. لو تسمح لي بس في 5 دقائق اشرح لك انه الفائده بتاعته كان مثلا في لما طبقناه اول تطبيق كان شنو 5 minutes only. نعم اوكي طيب خليني اعمل شير للسكرين. اوكي شير. طيب ده كان خرائط لمخاطر الانتقال وانتشار فيروس كورونا. الخرطه دي في بداية الكورونا كان طبعا في هلع كبير جدا لانتشاره، وكنا عاوزين مع وزارة الصحة نجمع المعلومات بتاعت البيوت وأماكن الانتشار الأولية والأماكن بتاعت التجمعات سميناها هوت سبوتس، يعني المطاعم، الطابونة، الكده الممكن الناس تجمع فيها. فكان في فاكترز بتورينا إنه منطقة دي منطقة خطرة، إحنا لازم نمشي نعمل لها وقاية بطرق مختلفة. عشان ما نعرف الحاجة دي عاوزين داتا كثيرة جدا جدا، عاوزين داتا بتاعت الناس الكهرباء، لأن الناس الكهرباء العداد ده بيديك الأماكن بتاعت البيوت in location بالكوردينتس، أحسن لاير ممكن تستخدمه لتحديد أماكن البيوت اللي هو ناس الكهرباء. بعد ذلك عاوزين من وزارة الصحة إحصائيات دورية up to date لأماكن للمصابين بالكورونا في أماكن، ودي معلومات سرية مفروض ما تنتشر، خاصة في الوقت ده كان في هلع كبير لزور الحامل للفيروس بيتعرض حياته للخطر. المعلومات دي كلها اتخطت، وكان في طبعا في الاول عندنا مشكله بتاعت خصوصيه المواد، كانك انت ما قاعد في بابليك سيرفيس، كان this data is you own it، ودي من المشاكل اللي احنا كبيره عندنا موجوده ومفروض كانت تتخطط لها. برضو خطينا احنا لابد نعمل لنا سياسه او قانون او قانون او لوائح مشتركه يمضوا عليها كل الوزارات او مجلس الوزراء في تبادل المعلومات الحساسه كيف يكون، وفي جعل بعض المعلومات عامه open source. ودي حاجه طبقناها بالمناسبه في المنظمه لما فشلنا نعملها في الوزاره، بعد طلعنا من الوزاره المنظمه اشتغلت idea maps والان عندها open source data بالنسبه لشغل الجاي عشان نستفيد منه كل الناس. الخرطه دي باللون الاحمر دي الحياه الهوت سبوتس اللي فيها خطوره عاليه بناء على إذا المكان مزدحم وفيه سوء وفيه طوابين أو فيه حالات، دي بتزيد الحالة. فأجرينا الحاجة دي وفي النهاية بقى عليها actions، الأكشن بتاعها A B C D على حسب الحالة بتاعتنا. والتحقيق مثلا لما حددنا الأماكن، إحنا ما عندنا resources كثيرة، قلنا خلاص الأماكن الحط دي اتعاوننا مع عدة جهات بقينا نرش، ودي طواقم بتاعت رش وتترسل حسب الموقع حسب الخرطه بتاعتنا اللي اتعملت دي، وكانت حاجه ناجحه جدا جدا. وترشت الحاجه دي بصوره دوريه لمده 2 شهر متابعين الى ان بقى الناس الهلع بتاعها ذاته فات
وبيجي الناس متأقلمة على المسألة وانتشرت المعقمات والتوعية يعني. فده بس مثال لتطبيق، فالحاجة دي ممكن تتطبق على حاجات كثيرة جدا جدا غير مسألة الكورونا. نعم ده شغل جميل جدا وشغل منظم، ويعني انا المواطن البسيط ده قدرت افهم الحاجه دي مهمه قدر شنو يعني. طيب يا جماعه، احنا فضلنا زي ربع ساعه كده عشان ما دايرين نشد الباشمهندس، فاي زول يا جماعه عنده مداخله، الناس اللي في الفيسبوك، احمد لو متابع الفيسبوك، الناس اللي معانا في الزوم يا جماعه، اي زول عنده مداخله يرفع يده هنديه الفلور يعني. دكتور السلام انور. عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل. يا حبايب يا أخي، والله العظيم متعة شديدة جدا جدا جدا. أنا بس أرجع حبيبنا هاشم ده للمسألة بتاعت it makes sense و it doesn't make sense، تحديدا في الفكرة بتاعت بورسودان. طبعا احنا من بورسودان وفي ديم الشاطي من سطوح البيت بنعاني للمينا هنديك، الحتة بتاعت انه الحكومة يفترض انها تكون بتاعت كفاءات لا حزبية وغيره، وانتوا كنتوا بتمثلوا الكلام ده بالضبط، كفاءات غير حزبية. انت اخترت زول يفترض انه افضل زول في المواني معروف، على اساس انه يكون في موقع محدد، والزول ده قام حصل تكالب سياسي وكده وبقى ما موجود في الموقع بتاعه ده. انا دايرك رجاء يعني تلقي الضوء على الحتة دي، عشان لو نحن اصلا عندنا كفاءات والكفاءات دي ما يوتلايز بصورة صحيحة يبقى على الدنيا السلام. رجاء يعني بس لو اديتنا خلفيه عن الزول ده منه، وكان انت الدور بتاعه مفترض انه يحصل شنو والحصل شنو. شكرا لك. مشكله المواني طبعا مشينا لها بنفس التفكير بتاع انه في حاجه محتاجه تنظيم، صح؟ في خطه دايرين ننظم الملفات، دايرين نشوف المشاكل الاساسيه شنو، نعمل خطه اسعافيه نجيب لها قروش ننفذها، يكون عندنا خطة استراتيجية. ده الترتيب بتاع كل الحاجات، لكن غفلت عن حاجة مهمة جدا جدا، اللي هو طبيعة المنطقة الاجتماعية والاقتصادية. طبيعة المنطقة الاجتماعية والاقتصادية اتعرضت لفقدان الثقة في المركز لأسباب صحيحة 100%، واللي هو إذا أنت بس رجعت لي 50 سنة من الليلة وقارنت بورسودان الأمس ببورسودان اليوم، هتلقى إنه يا أخي النشاط الاقتصادي كان موجود في بورسودان في منطقة الساحل والنشاط الموجود الآن مختلف. زمانك وصححيني أنت من أولاد بورسودان، كان في مصانع تحويلية كثيرة جدا جدا، كان في زيوت، كان في إطارات، كان في مشروبات، كان في كان في كان في كل الجمولونات الفارغة الآن مهجورة حوالين المينا، كانت فاعلة وشغالة بأقصى جودتها، وكان بتطلع فيها منتجات باستخدام الجاي من الصادر. يعني أنت بتجيب حياة فلت بالمينا ممكن تشغلها هناك يا كصادر يا كوارد. المصانع التحويلية دي كان بيشاركوا فيها ناس المنطقة بصورة أو أخرى، بيدخلوا في اقتصادياتها، فما كان الاعتماد فقط في المينا كعمال وكإداريين، بل كانت هناك مصانع تحويلية وفي نشاطات أخرى مصاحبة للمينا، دي افتقدت تماما. الناس اتفائلت لما بقى في جامعة البحر الأحمر، لكن لما تجري التفاصيل تجد إنه والله جامعة البحر الأحمر دي هتخرج الناس، لكن ما طوال حيقدروا يشتغلوا في شغل الساحل لإنماء الاقتصاد. في حياة ناقصة بيقوم بيتموها بشنو؟ بإنه والله أنا خلصت مثلا هندسة هنا، بمشي بسافر الأكاديمية بعمل لي سنة أو أقرأ لي سنتين عشان أجي أقدر أشتغل في المينا، أقدر مؤهل في الليجوستيات مثلا تحت المواني، وهكذا وهكذا وهكذا. إذن كل النشاف والافتقار اللي حصل لهم ده اتولد فيه نزعة بتاعة تمسك بموارد المينا، وأصبحت هي قناة الحياة بتاعتهم. فأي إنسان يقرب منها بيقول الناس يتخوفوا منه، خاصة التجربة الأخيرة بتاع الشركة الفلبينية والإماراتية وإلى آخره. هذه الصورة كانت غائبة عني وما أخذت عنها بريف نهائيا، وتوجهت للحل بالطريقة البيروقراطية يعني، بس العملية دي إنه أجيب أي فولو ذا بوك. قمت فتشت قلت يا أخوان منو الممكن ينصحنا في المينا دي المشكلة بتاعته شنو؟ في مشاكل حددناها سهلة جدا جدا، الكرينات والإزبيرات وكذا،
حددنا 33 سبير ناقص من الشركة الصينية أبت تتعامل معانا لأنه علينا ديون وما دفعناها في وقتها، دي مشكلة يعني ما قدرنا نحلها. أوكي دي حيوي ريسنا، يعني ريسنا مصايب كثيرة. قلنا خلاص ما عندنا حل إلا نتوجه للصناعات الدفاعية، لأنه مشير زرت المصنع بتاع اليرموك ده حاجة مبالغة، حاجة يعني شغل عالي المستوى عندهم 5-axis CNC. 5-axis CNC دي حاجة بيعملوا ريفيرس انجينيرينج للكلاشينكوف من ناحية السلاح، يعني دي الحاجة اللي هم وصلوا لها، بيجيبوا الكلاشينكوف ده بيعملوا ريفيرس انجينيرينج من الأول. لقيت فيه البارامتريك ديزاين بالمناسبة، البروجرام وناس بيشغلوا وبيعملوا دايركت فابريكيشن. طيب دي معناته احنا ممكن نطلع حاجة كثيرة منه. فعملنا معهم شراكة إلى أن وصلنا إنهم حيستطيعوا إنهم ينتجوا 26 سبير أوت أوف 33. ممتاز ممتاز جدا، معناته إحنا حنقدر نوطن الإسبيرات. وحسبناها طلع إنه في بعض الأشياء إحنا بنطلع $100,000 لتراك للكرين، بندفع $20,000 بس ليهم، يبقى معناته إحنا حنوفر خمس حندفع فقط الخمس في كثير جدا من الإسبيرات. طوال عملنا ال 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 الممراندوم اوف اندرستاندينج ويوفد منهم جاي يشتغل في كريلان، دي حاجة بتتحلى. لكن الاوبريشن ذاته ما شغل مكان، الاوبريشن بتاع المحطة الجنوبية خاصة بتاعت الحاويات، لأنه ده العصب بتاع المينا محطة الحاويات دي، الاوبريشن كان فيه مشاكل كثيرة جدا غير التقنية، هي مشاكل إدارية بحتة. لقينا إنه في سوداني درس في الأكاديمية ويتخرج منها ويشتغل في الإسكوا اليونايتد نيشن، وكان هو الخبير بتاع ميناء الحاويات في 5 من الدول الإقليم، وكان بيمثل الإسكوا دي، الإسكوا بترسله يمشي يشرب عليها. من ضمن الحاجات اللي أشرب عليها ميناء الكويت وميناء العراق وميناء البحرين وميناء هذه الموانئ في المنطقة دي كلها. وسنة 86 أو حاجة زي دي جزار السودان في فترة بسيطة وعرف مشاكل عموما. هذا السوداني نزل المعاش عمره 73 سنة، لكنه فت عنده قلب بتاع شاب عمره 25 سنة، زول ما شاء الله فت، وبعدين طريقة كلامه وطريقة وتحمسه كده. ما عمل في السودان شغل يعني كونسبت، كان شغله كله برا في المنطقة. يعني اتصلت عليه في منطقة اللي هو نازل فيها معاش برا السودان، في واحدة من قرى من بلدان آسيا، بالتلفون اتكلمت معاه كذا مرة، وطلع إنه بيعرف زملاء ليه في مجلس الإدارة بتاع بورسودان وكده. سألته منهم وأثنى عليه، باكراوند نظيف، ذول عملي، بخه نظيف، سياسات. مشينا تكينا شهاداته، السي في بتاعته أنا طلعتها من وين؟ طلعتها من الاسكوا.org، يعني ما جبتها من حتة تانية عشان ما في ذول يقول لي إنه زول ده ما كف، لا دي شهادته جاي من اسكوا.org لأنه اشتغل كده كده، وعنده شهادة بتاعت إنه خبير للموانئ من الإمارات. إذا الموضوع بتاع الكفاءة انتهينا منه. ده رجل الويلينجنس، قال لي أنا ما عندي أي مانع يشتغل، بالعكس أنا شاعر بلوم لنفسي إنه أنا ما رجحت للبلد دي حاجة. قلت له خلاص التذكرة علينا، قطعنا التذكرة ليه وجا من هنا واجتمع في الخرطوم بالناس، وجا اليوم إنه لازم يزور بورسودان عشان يراجع هناك. كلمت مدير المينا في الوقت ده، قلت له يا أخي حيحصل كيت 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 كيت، والرجل ده حيجي يشرف على ميناء الحاويات إنه هو خبير، ليه 40 سنة شغال في الموانئ بتاعت الحاويات دي، وداري شوف الحاجة ممكن نصلح الأوبريشن كيف. نحن بالنسبة للحاجة الفنية الثانية احنا غطيناها وطلعنا من وزارة المالية $61 مليون عشان تغطي مسألة الاحتياجات الميكانيكال، لكن المسألة الإدارية دارينا زول يدرب الناس عليها، وعشان يدرب الناس احنا ما في زول حيفقد عمله عشان الناس ما تخاف. كلمت معه قلت له خلاص اتكلم وهيئ الناس بهنا وكده. لما جينا نزلنا كنت كتبت لي خطاب، يعني انه هذا الرجل حيكون خبير في مدير المينا وكده، ورسلته ليه وكده. طبعا الخطاب ده رسلته انا من هنا لمدير المينا، طلع من مدير المينا انتشر على بورسودان كلها انه في خبير. بعد ذاك اتملت الفراغات كلها، بقى خبير اجنبي جاي عشان يعمل يعني شنو يعني يبيع المينا يعني باختصار. فلما جيت هناك من المطار نزلت، لما وصلنا لحتة السكن لقيت في جمهور غفير. الساعة كانت الساعة 9 بالليل لما وصلنا، جمهور غفير على مد البصر من عمال المينا دي قاعدين محاوطين من السكن دي.
فانا اول حاجه قلت للي بتاع العربيه دخل ال باشمهندس الحبر للسكن جوا. انا ما دخلت قعدت برا وبركت مع الناس في الوطاء اشرح لهم الموضوع يعني. وطبعا ما في طريق للفهم نهائيا لانه هم جايين بتفكير معين انه ديل ناس المركز جايين يبيعوا المينا مشحونين مشحونين تماما وانه ده خبير اجنبي. قلت له اجنبي شو ده زول سوداني بيعرف في وادي سيدنا وشرف عندنا انه زول شغال في المناطق الفلانيه وكده وهو نازل معاش وبيقبض قروش بالدولار يعني اصلا هو جاي هنا بدون قروش جاي بس عشان يدرس المينايد وعنده خطه كده. المهم لما لقيتهم انهم رافضين وانهم هم ناويين ثاني يوم يوقفوا الشغل في المينا وكده قلت لهم يا اخواننا اقول لكم كلام انا اتنازلت عن القرار بتاع انه زول ده يكون مشرف على المينا الجنوبي خلاص وهذا القرار هاعتذر منه وحس ان هاتصل بالهناك عشان انا ما داير اي تعطيل يحصل. وقلت الراجل ده ممكن يشتغل شغله من غير اي مسمى يعني حيكون اقل طبعا تاثيرا انت عشان زول يكون مؤثر لازم يكون شغال. فانا ما تنازلت منه عشان يعني شايف انه غلط يشتغل. وانا اعتقد انه طبعا لاحقا هم تبين لهم انه انا الاهتمام انه ابيع المينا. حتى هو الخبير ذاته قال لهم يا اخوان انا ناس الكويت لما جه يشتغل لهم المينا بتاعهم قالوا يا اخي احنا ما يعني نبيع المينا دي لشركه اجنبيه تشرف عليه. قال لهم ده المينا القومي بتاعكم ما تفرطوا فيه دربوا ناسكم انتم ما تديه لغير انه المينا دي حاجه سياده قوميه. فده اذا كان ده للغير هو كان بيقول لهم كده فما بالك بالسودان يعني. فدي القصه بتاعت الخبير. طبعا يا جماعه احنا الوقت انا لكن برضو حنستسمحك تاني 15 دقيقه يا باشمهندس. نعرف انك بتنوم بدري لكن ما حنساهر بك. طيب يا جماعة الناس اللي معانا في الزوم في أي زول عنده باشمهندس محمد نورين يا أخي نورته. تفضل يا باشمهندس. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شباب. وعليكم السلام ورحمة الله وتعالى وبركاته. طمنا على صحتك أول. والله أحمد رب العالمين أنا في نعمة كبيرة وماشي في تحسن كويس شديد الحمد لله. الحمد لله. أهو بدينا نتحرك كويس وقاعد أتمرن هسه بصورة دورية. والحمد لله ماشيين كويس. ربنا يتم عليك الصحة والعافية. يعني لسه يعني الموضوع ما واضح شديد. لسه أحمل الطلقة بين جنباتي وعندي كيس لسه معلق في بطني وكده لكن الحمد لله يعني عايش بهم يعني ما في مشكلة. فهسه الريسك الوحيد اللي لسه بقى إنه في احتمالية إنه الواحد بس يكون عايش بالكيس ده يعني لكن الحمد لله يعني من ناحية خطورة وكده الأمور طيبة نحمد رب العالمين. باش مهندس يعني شرفتنا الليلة والله وكانت يعني جلسة جميلة شديد. نحن في العادة ما قاعدين نقعد غايته في حاجة كده زمن طويل شديد يعني لكن استعيطها معنا بكل التركيز يعني. آسف والله شكرا جزيلا. شكرا جزيلا وشكرا للتضحيات اللي عملتها في الفترة اللي كنت قاعد فيها حقيقة يعني انت ديفينتلي كنت واحد من الناس المميزين جدا. نحن بالتأكيد ما سياسيين وكده لكن كان واضح شديد يعني انت ما كنت خايض مع الخايضين زي ما نقول يعني كنت مركز في شغلك وشغال وكده. واحدة من حياتك كانت واضحة شديد برضو انه كنت كنت بتعكس يعني التشالنجز والتحديات وزي ما انت قلت يعني للشير هولدرز كويس زي ما انت قلت يعني كان الواحد حاسب الجد انه انت قاعد بتخدم في الناس. فشكرا جزيلا يعني الواحد في أجواء زي دي بيكون عارف يعني شديد إنه بسهولة ممكن يتشتت ويطلع من ال يعني يخلي الشغل يقعد في المهاترات يعني الموضوع ده بسيط شديد يعني بطبيعتنا إحنا كبشر فقاعدين نشوفه يعني أنا حاسس أنا ما زول يعني ما خشيت في عمل عام وكده لكن قاعد أشوف في السوشيال ميديا عندي وجود ما بطال في السوشيال ميديا فقاعد أشوف. السؤال حقيقة اللي عايز أسألك ليه هو أنا نحن طبعا عندنا في الكلتشر بتاعتنا يعني دائما مع كل اصلاح لازم يكون في قروش ودفع تمام. ف والقروش صعبه انها تجي خصوصا الحلول الكبيره الحلول اللي ممكن تغير وضع الناس وكده. فمن خلال تجربتك يعني قدر شنو يعني شنو ممكن يتحل به بروسيسز وخبرات أكثر من قروش وإمكانيات. طيب شكرا جزيلا يا محمد نورين. الحاجة دي في الظرف الاقتصادي الكعب إنك ما عندك تمويلات خارجية لازم تعتمد على حسن الإدارة
الاستثمار الداخلي. حسن الإدارة بأنك يعني تقيم مثلا واحد من حسن الإدارة أنك تعمل شنو؟ لما تكون الميزانية محدودة بيدوك bits and pieces، إذا طلبت مثلا 200 يقوم يدوك 50، يقول لك أخي خلاص أنت ابتدي مشروع ده وبعدين حنلغيه. هذا لقي أنك أنت يا أخي والله مشروع ده لو ضميته لمشروع تاني في وزارة تانية عندها ميزانية بتتقاطع مع المشروع ده، أنت ممكن تستفيد من الميزانيتين وتعمل بدل ما تعمل 25% من مشروعك تعمل 75% من مشروعك. فحسن الإدارة وحسن التنظيم بيخلق لك الحاجة دي. وضربت لكم مثال بموضوع بتاع روز أوف ووتر، وزارة الري عندها ميزانية لحصاد مياه، وزارة البنى التحتية في الطرق عندها ميزانية لصيانة هذه الطرق، تمام؟ لما تعمل الخرطة بتاعتك اللي قال عنها أحمد داود بتاعت الخرطة الموحدة بتاعت جي اي اس، بتلقى إنه يا أخي مشاريعي أنا لبنى أعلم أعمل لها هايلات، هايلات في الماب، الماب دي كلها تخيل إنها جري، وبس المشاريع بتاعت الصيانة بتاعتي أنا عملتها باللون الأصفر خلاص. مثلا مشروع أم درمان بارا، مشروع شريان الشمال، مشروع الخرطوم بورسودان، دي المشاريع الأساسية السنة دي اللي عملها، وعمل لاير بتاع مشاريع الربع حصاد المياه القاوي تتقاطع معاي في ثلاث مناطق في الشارع بتاع أم درمان بارا. أقوم أضرب تلفون أو أتواصل مع وزارة الري أقول لهم يا أخواننا أنتوا ميزانيتكم كم لحصاد المياه هنا ده كده، أنا ميزانيتي في الصيانة كده، تعال نعمل مشروع مشترك مع بعض اسمه رود فور ووتر. ده بس مثال خلاص، مثال في انك انت كيف تدير الحاجة الثانية نمرة اثنين، كيف تخلق بوتنشل اكتر لمشاريعك عشان تكون اكثر جاذبية للمستثمرين. مثال الحاجة دي القطارات بتاعتك دي، السكة حديد في الوقت اللي استلمنا فيه ما كان عندها خط كامل كويس إنما جزئي، يعني أحسن الخطوط كان اللي يشتغلوا مكاوي ما بين الخرطوم لبورسودان اللي هو عمل الفلنكات خرسانة وعمل لها مصنع، دي السستينابيليتي اللي احنا المفروض نشتغل عليها، تمام؟ لكن الخطوط ما بعد الخرطوم لحد بابنوسة إلى المناطق الأخرى مهترئ، دي الحقيقة رقم واحد. الحقيقة رقم اثنين يعني ما في ما في ما في وابورات كويسة وما في خط كامل. الحقيقة رقم اثنين عندي ناس بيستفيدوا من الخط ده من القطاع الخاص اللي هي سيجا وسار، واحدة تابعة لصناعات الدفاعية واحدة تابعة، أنا ما أدري شو التفكير اللي بيحصل عندي إنه ده بتاع جيش وده بتاع ده شغل ناس تانيين أنا ما بشتغل، أنا حاسس بالنسبة لي الزباين، الزباين ديل بيأجروا الخط مني. طيب أنا أعمل شنو في الخط ده عشان أزيد البوتنشل، عشان المستثمرين يقول لي يا أخي والله أنت عندك الحاجة الفلانية أنا حشاركك بكده، أدعي موقفي أحسن كيف عشان أبقي المستثمرين ديل يجوني. فالفكرة الأولى اللي إحنا توافقنا معها حتى مع نادي الماركتينج يا إخواننا نمشي فورورد في الشغل بتاع الوابورات، لأنه لما أنا يكون عندي وابورات وعندي خط من الخرطوم لحد بورسودان كويس حقدر أخلق فيه مشاريع، لكن في نفس الوقت in parallel هزيد من قيمتي السوقية للمستثمر زي ناسيجا، هيقولوا لي يا أخي طالما عندك وابورات إحنا هندفع نصلح الخط من الخرطوم لبابانوسا كويس نتقايط فيه ما قروش، أنا حأبني لك الحال أنت ما غير تبنيها دي لأنه عندك قطارات وأنا بأجرها منك وتسحب مني بدل الصيانة كده، أعمل تعاقدات مع التجار بتاعين الضعينة دليني رحل الفول بتاعهم والمواشي بتاعتهم من الضعين لحد بورسودان أو لسواكن، إنتوا يا أخوانا جيبوا لي قروش صلحوا الخط، أنا مشكلتي حس خطوط عندي وابورات. فأنت لما تزيد من البوتنشال بتاعك بتزيد من فرصك للاستثمار وبتزيد من قوي الحل. دي نمرة اثنين. نمرة ثلاثة اللي هو نفس المثال ده اللي هو انك تفتح السوق بتاعك للبي بي بي، طالما السياسات والقوانين تصلحتها، دي نمرة ثلاثة، صلح قوانينك بتاع تشجيع الاستثمار وصلح قوانينك بتاعة المشاركة مع القطاع الخاص. نعم. ده لسه احنا ما اتكلمنا عن تمويل بتاع منح، ده انت إدارة حكيمة لمشاريعك. بس. باشمهندس محمد شكرا جزيلا يا باشمهندس. الله يبارك. طيب في سؤال من الفيسبوك احمد تفضل. طبعا السؤال من باشمهندس او صديقنا حسن واحد من الناس اللي له تاثير جدا في البحث السوداني، شكرا له المصمم لنا.
سؤال هو فيه تعليق وسؤال. التعليق: التنمية من الأسباب في اندلاع الحروب في معظم أقاليم السودان. فالسؤال بتاعه: هل السياسيين من الحركات والأحزاب الممثل الهامش كان عندهم خطة للتنمية وقدموها للوزارة في زمن الحكومة بتاعت حمد عوك؟ شوف، أنا يعني طبعا بتيجي، أنا ما يعني بغض النظر إنه ما أقدر أتكلم في إنه مينو عنده خطة وخطته كويسة ولا ما كويسة، أو هم هل ديل جاوا بخطة كاملة ولا ما جاوا بخطة كاملة. الوصلنا عادة بتصل خطط عشان تخدم القطاع معينة. يعني مثلا يا أخي، إحنا والله دارين طرق أو دارين مطار أو دارين كده أو دارين كده، تمام؟ المشكلة ما في إنه الناس دايرة خطط. الناس دايرة خطط ليه؟ لأنك أنت ما عندك خطة، لأن مشكلتك أنت ده كحكومة ما عندك خطة شاملة. عشان كده هم جو جازعين عشان يقول لك يا أخي وقت أنتوا ما عارفين تسوي شنو، دي خطة دايرين. يعني إحنا المفترض يحصل شنو؟ أنه يكون هناك خطة شاملة على مستوى الوزارة وعلى مستوى قبلها في مجلس الوزراء. الخطة الشاملة دي integrated plan. الintegrated plan دي ما بكون فيها redundancy، كويس، وما بكون فيها contradiction لا زمني لا مكاني. ليه؟ لأنه الليلة لما أنا أتيح لكل زول يديني مشاريعه، بيحصل أنت بتكون ما عارف البرايوريتيز بتاعتك وين، ولما تشتت البرايوريتيز بتاعتك ما بتقدر تبني لك خطة زي الناس، كويس، بتستنفذ، بتخلص من قروشك كلها في فتافيت، بتعمل 5% 5% 5% nothing is complete and no money left. لكن انت لازم يكون عندك خطة شاملة تعرف فيها الاحتياجات الرئيسية. يعني اضرب لك مثال بسيط جدا جدا. انا الليلة هل ابني لي مستشفى في منطقة ما فيها نقل ما فيها شارع واقول انا بنيت لكم مستشفى خلاص لبيت لكم غرضكم، ولا it is more relevant انه انا اعمل لك شارع بس اوصل لك شارع زلط بعدك اوتوماتيكلي المجتمع نفسه لانه محتاج لمستشفى، انت سهلت ليه الطريق لانه يبني له مستشفى. فبعدك هم بيعملوا شيرنج، الواحد اللي بنعرفه ده يعملوا شيرنج يبنوا له مستشفى. فيو دونت هاف تو تدفع قروش لعدة مستشفيات مقطوعه ما تقدر تعمل لها اوبريشن، كويس، لانه الوصول لها صعب. فديس از ذا ثينج، انت يو هاف تو اندرستاند بقروشك البسيطه وات تو دو. فإجابة على سؤالك ما عندي إجابة إنه الناس هل قدموا خطة كاملة، لكن بقول لك أنك أنت ذاتك حكومة لازم استباقا يكون عندك خطة شاملة ما في integrated، وتوفر الحاجة اللي بتتيح للباقيين إنهم ينتجوا. نعم، أيوه، يديك العافية. طيب ناخذ سؤال أخير بس من باشمهندس أحمد. أحمد كسمبر تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. باشمهندس هاشم ودكتورنا، أنا بس عندي استفسار عن نقطة محددة اللي هو موضوع التحول الرقمي. يعني التحول الرقمي الآن في العالم الرقمي الحالي بقى هو جزء من أي بنية تحتية، ونحن موجودين في دول شايفين المتغيرات. يعني كان باشمهندس ذكر في موضوع كورونا انهم حصروا الناس، استخدموا آلية اللي هي كلاسيك مثل انهم رجعوا لناس الكهرباء عشان يصلوا للناس. ما انا ما سامع. لا سامعينك. طيب، فالتحول الرقمي يعني له اثار كبيرة، وين الخطوات اللي حصلت فيه على اساس انه يكون جزء من البنية التحتية للسودان المستقبل؟ إيه الأشياء اللي حصلت؟ طيب، أنا ما عندي إجابة للسؤال للأسف الشديد، لكن يعني طبعاً إجابة المركز القومي للمعلومات عنده خطة بتاعته النقل دي، يعني ممكن نستضيف واحد فيهم ويجاوب بتفصيل أكثر. أنا بالنسبة لي الكونسير بتاع الوزارة كان بسيط جداً جداً كخطوة إزعافية لمشاكلنا. عندنا حيث ما النافذة الواحدة، النافذة الواحدة دي لو كان اتنفذت في بورسودان مثلا، دي خطة رقمية بتتيح للمصدرين والموردين اللي هم زباين المينة، يعني عندهم يخلصوا حاجاتهم رقميا من الموبايل بأب، لأنه عشان الطريقة العقيمة الآن هي طريقة ورقية بتاخد أسابيع إلى شهرين
عشان ما تخلص حياتك، وفي الوقت ده انت بتدفع ارضيات على البضاعه بتاعتك. ف من الحياه اللي احنا خدتنا لها قروش كامله للخطه بتاعت النافذه الواحده مع وزاره التجاره، وانه كان كل حاجه تبقى رقميه، وحتى يدعمل اسكانر للحاويات عشان الحاويات ذاتها ما تكون نفتحها وندخل جوا عشان نبحث الحاويات ونبحثها، يكون في سكانر ونوحد الحاويات دي. فالحاويه كبيره جدا جدا وما غطينا منها 0.01 منها، يعني الحاويه الوحيده اللي اتطبقت يمكن رقميا مساله فاتوره بسموها شنو اورني 15 ومساله الكهرباء، والناس استشعرت الفرق في سهولة الأداء الرقمي للحاجتين دي، لكن لازم يتطبق على حياة أوسع وأكثر وأكثر وأكثر. أنا يعني إجابتي عن مقتضى في الحتة دي. نعم، يديك العافية باش مهندس. طبعا احنا يعني زمننا يعني مفروض يكون ساعتين، نسع بيقى لي ساعتين وربع. فدكتور أنور قبل تفضل. طيب انا بس داير انبه لحاجه مهمه جدا. الماجستير التخصصي جدا اللي عمله باشمهندس هاشم بن عوف في كليه ستيفنز، وخلاه بعد ذلك يبقى استاذ مساعد متعاون في جامعه كولومبيا اللي هي فيها عدد من الحائزين على جائزه نوبل. الماجستير ده قدمه هنا للباحثين السودانيين، فاي زول من الشباب اللي عندهم رغبه في الهندسه المعماريه او في التصميم بصوره عامه ولا كده ممكن يرجع للمحاضره. المحاضره دي عملت تقريبا 2016 17 تقريبا في هنا في الدوحه، وكان منقوله لايف يعني، وموجود الان في قناه الباحثين السودانيين على اليوتيوب. انا خديت الرابط بتاعه هنا في زوم وخديته كذلك تحت اللايف في فيسبوك. فمهم جدا جدا يا شباب، انتم ممكن تشوفوا هاشم بن عوف الوزير في الفتره الانتقاليه، لكن ممكن تشوفوا قبل الباشمهندس الباحث نفسه انه والله يخدم الناس ويوري هو الحاجه بتاعته شنو كان مميز وكده عشان الناس تستفيد منه. فشكرا له، وشكرا لك يا دكتور ياسين على الجهد المميز والعظيم، وان شاء الله يا اخي دائما كده يعني تتحفنا بالحياه الجميله دي. جزاكم الله كل خير. الله يديك. طبعا تحيه كبيره للاستاذه الباشمهندسه جويريه عثمان اللي هي الحرم الموصول لحبيبنا باشمهندس، وابنائهم الجميلين عبد الرحمن وامينه وبلسم ومنو يا هاشم؟ لينا كبيرة. ولينا كتر خيرهم يعني كثيرا يعني، طبعا ما ذكرناهم هنا ده، لكن يعني يستحقوا والله محبة كثيرة وتحية لهم. نعم. شكرا لكم. الله يديك العافية. سمحتوا لي عايز أقول حاجة أخيرة برضو. اتفضل يا بروف. طيب أول حاجة أنا بشكر هاشم يعني، لأنه يعني هو علمني الليلة، وهاشم ده صغر مني كثير، لكن الليلة تعلمت منك يا هاشم، وأنا متأكد في ناس كتار يتعلموا منك. بعدين لاحظت حاجة إنه مع الأسئلة المعلومات جات أكثر كمان، فعايز أطلب منك طلب لو ممكن من خلال الباحثين إنه يعني نفتح للأعضاء بتاعنا دعوة إنهم لو عايزين يقابلوك في أي وقت ثاني في أي موضوع ثاني بيهمهم، تسمح لنا بإنك تشرفنا وتيجي تكلم مع الشباب. دي حاجة طلب رجاء خاص. الطلب الثاني يا هاشم بوصيك بالكتابة. أنا عارفة إن الزول مشغول زيك وبربي في عيال صعب يكتب، لكن وصيك صغيرة من خالتك إنه لما تتذكر حاجة سجلها طوالي، أو ما تتذكر يعني ما تستنى لحد ما تقعد عشان تكتب، لأنه تجارب دي برضه حتكون مفيدة لناس بتاعك. وشكرا جزيلا، بنحبك حب شديد يعني، ومن لك كل الخير. الله يسلمك. أماني. الله يسلمك. طيب كلمة أخيرة يا باشمهندس. أنا بالرغم جماعة بس معلش. اتفضل. يا باشمهندس هاشم الكتاب نحن منتظرينه إن شاء الله. نعم. بس حاول واصل هاي خلص الكتاب وورينا، عايزين بالتأكيد تجربتك بتكون شرة شديد، ونظرتك الموضوع من يعني من وجهة نظرتك بيهمنا جدا. نعم. شكرا جزيلا لك. الله يديك العافية يا باشمهندس. نعم. طيب إخواننا شكرا جزيلا. نفس في الختام يعني أشكر الجميع، وطبعا نتمنى السودان إن شاء الله تعالى يرى النور، وعلى كلمات دكتور سعاد
انه الشعب حينتصر، وانه الشباب ديل هم المستقبل، وانه كل يعني رواد الشر والناس ديل كلهم حيزولوا، حيكونوا الى زوال، وفي النهايه ما ينفع الناس هو الباقي، واما الزبد فيذهب الجفاء. يعني ان شاء الله تعالى نرى الحق منتصر، ويعني غليل الابهات والامهات ديل كلهم ان شاء الله ينقشع، وتظهر الثوره في معانيها الحقيقيه باذن الله تعالى. نعم، الله يديك العافيه. يعني احنا في ختام الونسه بنشكر باشمهندس هاشم نعوف يعني جزيل الشكر، ويعني دي ساعتين وتقريبا ساعتين ونص حاجه يعني من زمنك وقيمه جدا جدا. يعني انا الونسه دي بالنسبه لي زي يعني مساج كده، يعني الواحد لما بعد الونسه دي بيطلع كده برؤى جديده، بيطلع بتحفيز جديد. وأكيد طبعا كل الناس اللي شافوا الحلقة دي وشافوا الحلقات بتاعت ونسة لكم كل الشكر والتقدير. بنقول لقنيص الخيل خف راس، إن احنا ما بنخاف من مراس، المكارم غرقنا ساس، والمجاهل مين غير نساس، إن عطشنا نموز مر آس، وإن عشقنا بنعشق محاسن، في المحاسن كفى يومنا راح. أكيد إن شاء الله بإذن الله الشعب السوداني حينتصر والشباب حينتصروا، ولنا لقاء إن شاء الله الأسبوع القادم، وتتجدد الونسة مع ضيف جديد، مع أفكار جديدة، مع تحفيز جديد. وكل الشكر للباشمهندس هاشم نعوف ولأسرته الجميلة، وإن شاء الله لنا لقاءات في مضابير أخرى. السلام عليكم.